مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. منشغلون نحن بتشكيل الحكومه الجديده وبالكهرباء التي تنقطع وبالمظاهرات وبأزمات المرور وبالكادر وبالحد الأدنى والأقصى، كلنا هكذا، لكن مش أخدين بالنا أبدا من اللي بيحاك لنا واللي بيترسم لينا دلوقتي علشان يروحوا بمصر المنطقة لا هتبقى فيها كهرباء ولا هيبقى فيها حكومة ولا هيبقى فيه مصر. ما أقول ليس عبثا وليس حديث عن مؤامرات، ولكنه واقع احنا منشغلين جدا عنه. النهاردة عايز أكلمكم في كلام مهم وخطير، أرجو أن تلتفتوا إليه وتعرفوا إن احنا داخلين حرب، حرب عالمية. لما تتفق وتشترك مجموعة دول لتدمير أي مستقبل لهذا البلد في هذه الأيام، يبقى احنا في خطر. لن تستطيع القوات المسلحة وحدها ولا جهاز الداخلية ولا الحكومة بأسرها أن تنقذنا مما نحن مقبلون عليه. أنتم بس اللي هتقدروا لو تكاتفتم ولو عرفتم احنا رايحين فين. ليست قضيتي من هو مع الإخوان، من المتعاطف، من الرافض، أنا قضيتي البلد دي. هو إيه اللي بيحصل؟ نقرأ الخريطة مع بعض. أبتدي لكم منين؟ طيب، من على حدود مصر، من على معبر رفح. النهاردة كان في تظاهرة كبيرة جدا على حدود مصر أمام معبر رفح، جمعتها حركة حماس. تبدو أنها مظاهرة سلمية لم تكن الأولى من نوعها، ولكنها ستتكرر ثم ستتزايد علشان تستخدم في مرحلة من المراحل القريبة إن شاء الله ما تحصلش. النهاردة وقف إخواتنا في غزة وبيحركهم مجموعات من حماس. السبب المعلن فتح المعبر، السبب الحقيقي هو سيطرة مصر وهدمها العديد من الأنفاق اللي كانت بتمثل دخل لحكومة حماس. أول مرة نشوف حكومة بتحط ضرائب على بضائع مهربة، يعني بتسمح بجريمة ثم تضع عليها ضرائب فتصبح دخلا لها. مش مهم، كل ده ماشي، لكن الاستخدام اللي هيتم هقوله لكم بعدين. بس النهاردة كانت الآلاف من حماس واقفين فيما كانت هناك اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطين في القدس المحتلة. ما فكروش يروحوا يواجهوا الإسرائيليين، وما فكروش يروحوا يقفوا قدام بيت المقدس. مش مهم، المهم هو التحرك النهاردة على الحدود المصرية. غريبة قوي، يعني انت عندك عدو رئيسي باين وعدو مشتبك مع إخواتك وبيضربهم وعدو بيهود بيت المقدس، وسايب ده كله وجاي على حدود مصر. هي دي اللي وجعاك علشان بهدم الانفاق، علشان انت مقدر دوري قوي معاك اللي فضلنا متاخرين سنوات، فدلوقتي انت جاي تقفل على الحدود. بس الوقفه دي مش بريئه، الوقفه دي لها دور هيظهر وهقوله لكم. طيب، دي حماس. في الناحيه التانيه كان الشيخ القطري، هو اللي قال على نفسه كده النهارده، يوسف القرضاوي، في وصلة نفاق رخيص لحكام ودولة قطر. تصريحات النهارده نشرها صحيفة الرأي القطرية. القرضاوي كان في لقاء مع مجموعة بيقول تلامذته، فقال ايه الشيخ القرضاوي؟ تحدث عن قطر وقال: أطعمتنا من جوع وأمنتنا من خوف، أمانتنا من خوف، نستمتع فيها بالرخاء والأمن. أمانتهم من خوف دي قطر، تمام؟ وأطعمتنا من جوع، عشان هو الشيخ القرضاوي كان رايح جعان، هو والمجموعة المصرية اللي هناك كلها. نستمتع فيها بالرخاء والأمن بس تتحرق مصر.
وندعو الله أن يحفظها أميرا وشعبا وحكومة، أميرا منقلبا على أمير منقلبا على أمير، فهو بيحيي الأمير. قطر اللي بتموت فيها العمالة الوافدة اللي بتشتغل، اللي بتصنف على أنها دولة منتهكة للحريات، بقت بيدعو الله أن يحفظها. وقال أشاد بدعم القيادة الحكيمة ممثلة في الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. على فكرة قال الكلام ده قبل كده زمان عن الرئيس السوري بشار، ودلوقتي هو منقلب عليه بس ما فيش مانع. والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال كان حاضر طبعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التركيبات مع بعضيها يعني. قال لك بيتكلموا عن شائعات طردي، أراد بعض الناس من قطر أن تطردني، وعندما أصابني البرد واعتذرت عن الخطابة 3 أسابيع أشاعوا أنه تم منعي وأنها ستطردني. وقال أنا واحد من أبناء قطر الذين يصيبهم ما يصيبها من خير أو شر، مش من أبناء مصر، عشان كده تولع مصر وتتحرق مصر ويحرض مصر ويطلع فتاوى تكفيرية ويحرض الناس على جيشها وعلى شرطتها، مش بلده. هو قاعد هناك لا جوع ولا فقر ولا خوف، فلوس وعز مصر، لا يتحرض على مصر ليه؟ انا قلت لكم اسرائيل الاول قطر التاني. قطر مش هتغير سياستها تجاه مصر خالص، لان قطر اصغر من انها تاخد قرار، ليست صاحبة قرار. قطر بتلعب دور، دور لمين؟ خلوني ماشي معاكم. النهاردة حسب وكالة الاناضول التركية، تم ضبط قوات الامن بمحافظة السويس، القت القبض على 2 فرنسيين فرنسويين بيصوروا عدد من المنشآت الحساسة، المنشآت اللي على مجرى قناة السويس. الاتنين اتمسكوا. ايه اللي جايب فرنسويين؟ هي فرنسا موقفها ايه يا جماعة؟ انتوا اخدين بالكوا فرنسا لها دور ممثل للاتحاد الاوروبي في مصر؟ بتلعب اي دور؟ خدوا بالكم، فرنسا هي التي كانت محركا لما يحدث في ليبيا، ليبيا التي اصبحت بلا جيش، ومش هنوصل ل 2015 بدون ما تشوفوا ليبيا دي دول، ونتمنى الا يحدث ذلك، وندعو الله لاشقائنا في ليبيا الا يكونوا ضحيه لمخطط عالمي، المخطط للمنطقه كلها. بس فرنسا بتلعب في مصر؟ اه بتلعب في مصر كدوله لها دور في اثاره وزعزعه الامور في مصر وعدم وصولنا الى حاله من استقرار او مؤسسات شرعية، مستحيل. فرنسا بتمثل اتجاهات في بريطانيا ايضا، ولكن فرنسا جزء رئيسي من اللعبة، لان المخطط اللي في ليبيا مش هينجح غير لما يحصل في مصر. طيب النهاردة طلع تقرير الخارجية الامريكية اللي بيتهم مصر بالتمييز والقمع وسوء معاملة السجناء وانتهاك الحريات و و و و وفي الاخر كده قال لك ايه، والعمليات التي تصيب رجال الشرطة وتؤدي إلى قتلهم والاعتداء على الكنائس، كلمتين كده سدحنك. هي أمريكا لسه بتلعب مع مصر؟ هي أمريكا يا جماعة مش طلعت تصريحات إيجابية تجاه مصر؟ صدقتوا؟ أمريكا والاتحاد الأوروبي الاتنين في الفترة الأخيرة قرروا أنهم يغيروا خطابهم، فيصدر خطاب سياسي يبدو مطمئن للسلطات في مصر، اطمئنوا احنا بنغير موقفنا، انتوا كويسين، احنا بنتابع خريطة الطريق. بس ده مش حقيقي، هو بيعمل لك حالة كده من ايه، انا بعيد اهو، انا سايبك، لكن كل ما يتم في المنطقة برعاية امريكية. الطرف الاخر اللي كان شغال وانشغل بنفسه دلوقتي بمصايبه، وهقول لكم نص المكالمات بتاعته، تركيا اردوغان اللي استقال من حزبه لغاية دلوقتي بس امبارح 22، اللي هم بتوع الاخوان في قضية فساد بشعة، هتسمعوا المكالمات وازاي بيتفق مع ابنه يخبي الفلوس بتاعته ويوديها فين ويدخلها في شركات شكلها ايه، وبيكلم بنته يقول لها ايه. ده الاخوان برضو اللي بيحكم هناك، والدايرة هتدور. بس مصر واقعة ما بين امريكا واوروبا، عشان يبقى المخطط مكتمل. اوروبا لها مصالح في المنطقه، لسه بيبصوا لنا على اننا دوله تابعه، دوله منهم يعني، علشان ليبيا تتم
علشان السودان تكتمل بما يحدث فيها، علشان تونس ولسه المناطق جاية، عشان اليمن. بصوا اليمن راحت فين، بصوا ليبيا راحت فين. العقبة اللي قدامهم الوحيدة ان مصر لسه فيها جيش. طيب هنستنزف الجيش ازاي اللي انا قلته ده كله؟ هي فين اسرائيل؟ هي اسرائيل في الموضوع يا جماعة؟ اه طبعا في الموضوع. قال اسرائيل مش ظاهرة. ليه اسرائيل مش ظاهرة؟ اسرائيل مش ظاهرة لسبب بسيط، ان لو اسرائيل ظهرت ما هيبقاش في عين لدولة عربية مفترض انها شقيقة بيحكمها يهود انها تظهر او تتعامل زي ما بتتعامل. هتوحد المصريين لما اسرائيل تبقى الخصم، هتوحد المصريين. اسرائيل موجودة في صورة ادارة قطر وحكومة قطر. حكومة قطر تنفذ مخطط اسرائيلي ببراعة شديدة، عشان كده قطر مش هتتغير، وعلشان اللي بيدير المسألة من فوق الامريكان، وعلشان مصالح اوروبا في المنطقة، واوروبا داخلة على ازمات اقتصادية طاحنة، فهم اللي لازم يجوا هذه المنطقة اللي هتتقسم، واللي هم اللي هيعيدوا تعميرها وبنائها بعد خرابها زي ما حصل في العراق وشفناها وما رجعتش حتى هذه اللحظة. فيبقى انت قدام تصور كامل للي هيحصل في مصر. طب هيحصل ازاي؟ اسرائيل من خلال قطر، من خلال خالد مشعل، من خلال حماس على الحدود المصرية جهة. عندك في ليبيا حدود ممتدة اكتر من 1200 كيلو، هتعمل فيهم ايه؟ الحدود اللي بيدخل منها اسلحة رهيبة، هتعمل فيها ايه؟ لو حصل اقتحام للارهابيين، وطبعا انا ما نسيتش سوريا وما يحدث في سوريا وعدد الارهابيين اللي تم نقلهم، ومحدش سأل نفسه هما الارهابيين اللي في افغانستان وباكستان والشيشان والمنطقة دي كلها اتنقلوا سوريا ازاي؟ كانوا جايين ماشي ولا راكبين جمال ولا بيركبوا طائرات ولا سفن علشان يتنقلوا ويدخلوا سوريا؟ طيب في اطار الاتفاقات الجديدة واللعب مع ايران، الالاف من الارهابيين هيروحوا فين؟ ايه البلد اللي ممكن تستوعبهم لما اعمل فوضى عبر حدود مفتوحة؟ عندنا مصر وعندنا السعودية، اول دولتين محطوطين تحت المجهر، واول دولتين هيتفتحوا. طب هيدخلوا ازاي؟ انك تيجي تعمل لي مشاكل وتعمل لي اقتحام للحدود المترامية فيشل البلد، فيجي لك عن طريق حماس المظاهرات السلمية دي هتتقلب ويبقى اقتحام للحدود. اتفضل يا استاذ في حماس، عندك اقتحام ودخول ارهابيين وانت مشغول هنا تدخل لك من ليبيا. قبل ما تفتح عينك هتلاقي مجموعات داخله لك من السودان، حدود تانية غير السواحل بتاعتك الممتدة. ساعتها جيش مين يعمل ايه؟ ساعتها حكومة ايه تعمل ايه؟ مين يعرف يتخيل شكل مصر؟ كل ده هيحصل امتى؟ استعدوا، وان شاء الله مش هيقدروا، بس بيكوا مش بحد تاني. قريب قوي الفكر كله له علاقة بانتخابات الرئاسة. لا يجب ان تكون هناك انتخابات رئاسة، لا يجب ان يكون هناك اجراء شرعي والاتيان برئيس في مصر. في سبيل ذلك مصر الفترة القادمة داخلة على مرحلة بتواجه عالم بيخطط وعنده مؤامرة حقيقية علشان يفتتنا، وبدور على دولة في الجنوب ودولة في الشمال، وبتوع غزة يدخلوا يقعدوا على ما انت تروح تحارب هناك، فيبقى جيشك اتفتت، فلا يبقى لا في جيش ولا داخلية ولا بلد ولا اخوان. بالمناسبة ومش الاخوان اللي بيخططوا لده، الاخوان بيستخدموا، الاخوان جزء من المعادلة. اذا اعتقدتوا ان الاخوان اللي كانوا بيحكمونا سنة ما كانوش عارفين يدوروا وزارة اللي كانوا خاربينها قادرين يعملوا اللي انتوا شايفينه ده، تبقوا بتهرجوا. انتوا ما تعرفوش حجم مليارات الدولارات المرصودة من هنا الانتخابات الرئاسية قد ايه، واكيد في يوم من الايام هنعرف وبكام وتحولت. مش كده بس، انت عندك دول تانية بتلعب معاك، انت عندك السويد بتلعب معاك، انت عندك الدنمارك بتلعب، انت عندك سويسرا بتلعب، بس بيلعبوا ازاي؟ ما هي الدول الصغيرة اللي ما انت شايفها دي هي الدول الحاضنة لمنظمات حقوق الانسان الداعمة باسم الحريات، هي اللي بتدي فلوس، بتجيب ناس وتقول لهم احنا. وانا مش بشكك ان اللي بيروحوا دول كلهم سيئين ولا مغرضين، بالعكس، بس دي طريقة ضخ فلوس وطريقة تدخل هنا. السويسريين، السفارة السويسرية هي اللي كانت محتضنة من خرجوا ووقفوا في صربيا ضد مصر. انت عندك
العالم، لأن مصالح العالم مصالح واحدة. أنت قدام مش مؤامرة خلاص، أنت أمام مخطط عالمي، أنت اللي باقي في المنطقة، أنت اللي بتقاوح في المنطقة، وأنت المؤثر في المنطقة، وأنت الجيش الوحيد الصامت في المنطقة، أنت الجيش اللي بجد. فاللي جاي صعب قوي. مش بخوفكم، وأنا بتكلم عن معلومات، مش بتكلم عن اجتهادات، أنا لا أستطيع أن أصل إلى هذا، لكن أنا بقول لكم أن المرحلة القادمة المستهدف أكبر بكتير من انشغالنا بمشاكل، علينا أن نفكر فيها ونحل مشاكلنا الداخلية، بس نتعاون. الأطباء يتعاونوا ويقدموا شوية تنازل، الإعلاميين يهدوا شوية ويجمعوا الناس، المهندسين، أطباء الأسنان، دكاترة الأسنان، بتوع الكورة والفيفا والانتخابات الأندية، احنا مش عايزين نتفتت في وقت الحرب أكبر من كده. الكهرباء، عندي أزمة في الكهرباء يا سيادة المهندس إبراهيم محلب، أنا أدعوك من الآن، عندنا أزمة حقيقية، الوزارات ما بتدفعش فلوس، الكهرباء مدعومة وعندنا أزمة في الوقود، بتشتغل بالغاز فعندنا أزمة في الغاز، الغاز بتشتغل عليه في المصانع، على ما نوفر بدايل ارفعوا سعر الكهرباء على القادرين، من راتبه أكتر من 5000 جنيه ارفعوا عليه سعر الكهرباء، وارفعوها تدريجيا، واللي راتبه أعلى الكهرباء تزيد عليه. مش عيب ان احنا نتعاون، ما انتوا طول عمر البلد دي حضناكوا وبتدفع لكم وبتدعم لكم، الاغنياء خدوا العيش المدعوم وخدوا الغاز المدعوم وخدوا البنزين المدعوم وكل حاجه كانت مدعومه، واحنا ما نستحقش. اللي قادر دلوقتي يجب ان يمد ايده ويساعد. يا حكومه ما تتكسفيش وارفعي على اللي قادرين وحافظي على الغلابه. الغلابه احنا كلنا معاهم، بس خدي من اللي معاهم وادي للي ما معاهمش، ودوري نفسك علشان ما ندخلش في متاهة، والناس عليها انها تستحمل وتفتكر شوية. قللوا من استخدامكم الكهرباء، قللوا من استخدامكم العربيات، احنا في حالة حرب، حالة الحرب تستدعي. يا مثقفين مصر، خطبوا الناس، احنا علينا كلنا مسؤولية. الخطر القادم صعب وقاسي، وتمنه هذا الوطن. انا بتكلم من قلبي وأرى الخطر بعيني، وأرى أنه لا حل إلا أن نجتمع جميعا. من يشد الآن أو يصر على موقفه لأنه أداة من الأدوات، اوعوا تصدقوا أن الإخوان عارفين أنهم هيرجعوا الحكم، اوعوا تصدقوا أن اللي بيطلعوا دلوقتي واثقين أنهم يقدروا يرجعوا مرسي، ده وهم، مش هيحصل، وهم عارفين كده، مش أنا اللي بقول، لكن هم بيقوموا بدور، لسه الدور ما انتهاش. الدور هخرب البلد دي اللي ما خلتنيش احكم، كل واحد عنده هدف، بس القوى العالميه اللي بتدور ده كله هي اللي شايفه الصوره بالكامل، وبتحرك كل دول زي رقع الشطرنج بما فيها دول. علينا ان نبقي على الدول الصديقه ونحافظ عليها، وعلينا ان نثق ان من خان هو خائن بطبعه، واللي يخون ابوه يخون امته، سهله قوي. احنا بنتخان خيانات كبرى والتمن غالي، كل واحد يفكر مع نفسه بس سنة ويقول البلد دي لو ضاعت او ضاع جيشها او ما بقاش عندنا وطن هتسوى ايه، وهنتكلم عن انهي حريات، هنتكلم عن انهي حقوق انسان. احنا قدامنا مرحلة الهدف منها ان احنا نحمي بلدنا، مش نشيل حكومة ولا نجيب رئيس ولا نشيل رئيس، المسألة اكبر بكتير من كده، المسألة وطن هيضيع. نكمل بعد الفصل. رئيس الوزراء إبراهيم محلب ينتهي من التشكيل الوزاري بأكمله اليوم. أهالي السنبلاوين يشيعون جثمان ركيب الشرطة الذي استشهد اليوم إثر إصابته بطلق نارية على يد ملثمين. إلقاء القبض على 3 من عناصر الإخوان في صملوط بحوزتهم تروسيكل به عدد من زجاجات المولوتوف. مقتل شخص بطلق ناري خلال اشتباكات بين الأهالي وجماعة الإخوان بالإسكندرية، وإصابة طفل آخر بعائرة خرطوش.
إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن ومسيرة للإخوان بمحافظة الفيوم. قوات الأمن تبطل مفعول عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير أعلى الطريق الدائري بالجيزة. انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بشارع الجلاء بالمنتزه في الإسكندرية عقب مرور مسيرة لتنظيم الإخوان دون وقوع إصابات. السلطات المصرية تعزز من تواجدها الأمني في محيط معبر رفح الحدودي تزامنا مع المظاهرات التي نظمتها حماس أمام المعبر من الجانب الفلسطيني. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. تقريبا انتهى المهندس إبراهيم محلب من تشكيل حكومته الجديدة، لكن للأسف ليست هي الحكومة التي كنا نتمنى أو نأمل، فحجم التغييرات فيها محدود جدا. سبب قلة التغييرات هو ضيق الوقت والاعتراضات الكثيرة، وربما شخصية المهندس إبراهيم محلب التي لا تسعى للتصادم. كنا نتمنى أن نرى في هذه الحكومة وجوها شابة تعكس فكر الرجل الذي يؤمن بأن العمل الميداني هو أفضل السبل، ولكن للأسف حالة مصر الآن فيها حالة من سيولة الرفض والغضب، والرجل لم يتحمل كل هذا فاستكان أو قبل مضطرا العودة إلى وزارات قديمة. فهو الدميري يعود مرة أخرى إلى وزارة النقل، وهو دكتور صابر عرب يعود إلى وزارة الثقافة، وهو سيد قطب الدكتور وزير الري محمد عبد المطلب يعود إلى وزارته. وفي هذه الوزارة فليسمح لي السيد إبراهيم محلب بالتوقف دقيقة، بعد أن تم ترشيح مساعد الوزير لوزارة الري، الأنباء تتحدث عن أن وزير الري السابق حمل ملفات وشبهات فساد تسيء إلى الرجل مساعده، ومعلومات تؤكد أنه ليس على مستوى المسؤولية، ويبدو أن الأوراق فيها ما يثير الشبهات أو القلق. فالسيد رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة استجاب إلى هذه الأوراق واستبعد الرجل، ثم أعاد الوزير الذي تقدم بهذه الأوراق. أنا لو أنا مسؤول وعندي وزير، الوزير كان عنده مساعد، المساعد ده كان شغال لآخر وقت، لما شيل الوزير واجيب المساعد، فيجي لي الوزير يقول المساعد ده فاسد أو ما ينفعش، أنا هحاكم الوزير ده، أنا هحاكمه وما رجعوش على الوزارة تاني. ما ينفعش حد يديني منطق. أنت كنت بتشغل معاك واحد فاسد، بتخلي المساعد بتاعك ما بلغتش من بدري ورحت خدت الاوراق دلوقتي اللي شايلها في مكتبك عشان ما يتشالش، طب اجيبك التاني ازاي؟ اثق فيك ازاي؟ اثق فيك انك تواطأت او سكت على فساد ليه؟ ما هو المنطق في ذلك؟ اليس كذلك؟ حاجه كوميديه مش كده؟ موقف لو صح يبقى كارثي. وانا اخاطب المهندس ابراهيم محلب المحترم اللي انا بحبه جدا ومقدر انه كان من انشط الوزراء وانه جدير بهذا المكان، ويمكن ان روحه هي اللي تعوض النقص في التغيير، لكن ايضا هناك منطق. المنطق يقول ان الوزير اللي يدي زر في المساعد بتاعه عشان ما يجيش فيقوم يجي هو، طب انت كنت سايبه ليه وكنت ساكت ليه وما بلغتش ليه وقبلته في هذا المكان ليه وضيعت وقتك ووقتنا ليه؟ ده احنا كلها شهور فعندك مساعد بالدرجه دي من السوق رايح تزنبقه؟ لا، شغلانه مش قادر افهمها يعني. طيب، ابراهيم الدميري اصبح وزيرا للنقل، محمد صابر عرب وزيرا للثقافه، محمد عبد المطلب وزيرا للري، نبيل فهمي وزيرا للخارجيه، الدكتور عادل عدوي مرشح لوزاره الصحه، المستشار حسن بسيوني مرشح لوزاره العدل، الدكتور السيد عبد الخالق مرشح لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. يعني احنا قدام مجموعه من المرشحين، ربنا يستر لحد بكره ونشوف. ما البلد دي ما حدش عاجبه فيها حد، البلد دي كل واحد شايف نفسه بس، ماشي هنقبل يا باشمهندس عشان نشتغل، عشان ما فيش رفاهيه تضييع وقت عشان تشوفوا مشاكل الناس وتحلوها.
والاخ اللي بعت لي بيقول انت بتتكلم على الكهرباء، ما انت من الاغنياء، انا من الاغنياء، انا قادر وبقول لسيد رئيس الوزراء وانا بتكلم عن نفسي لما بتكلم اول واحد، انا قادر ومستعد ادفع اي مبلغ زي غيري القادرين، ندفع الضعف ونشيل عن الفقراء علشان البلد دي ومشكلة الكهرباء تتحل. انا لا استحق الدعم، كنت في وقت استحق الدعم، دلوقتي ما استحقش الدعم. انا مش عايز دعم في اي سلعة، انا عايز ادفع البنزين مرفوع عنه الدعم، عايز ادفع كل حاجة، وعايز ادفع ضريبة العقارية، وبدفع كل ضرايبي، ومصر كواحد مستريح قادر اعيش، انا الدخل كويس، عارف اعيش كويس، عايز اعمل الضرايب اللي انت عايزها، ومن هم مثلي واقل مني واكتر مني، انا بقول نستثني الفقراء، نستثني محدود الدخل اللي عنده 5000 جنيه بيدخلوا له عشان يصرف على عيلته، ده محدود دخل، ما اكتر من ذلك نتحمل زيادة الكهرباء. مش مستني الرز بتاع التموين، في غيري مستنيه، وفي غيري مستني الزيت بتاع التموين، هما اللي ياخدوه، الناس دي اللي تاخده. خلوكوا شجعان وواجهوا الحقيقة. طالما انت بتحافظ على الفقراء، الغني او المستريح اللي قادر يعيش ويتكلم نحط صبعنا في عينه. لا، البلد في ازمة، مش محتاجة كلام، مش محتاجة دلع دلوقتي، تجاوزنا مرحلة رفاهية المواطن لمجتمع يوشك ان يقع. وهتعم، هي الضلمة بتفرق؟ الضلمة ما بتفرقش ما بين عشوائي وساكن في منطقة كويسة. واحدة الطرق لما بتبوظ، واحدة العربية الصغيرة زي العربية الكبيرة، لما ما بنلاقيش بنزين بتيجي على الصغير وتيجي على الكبير، فالكبير علشان يرتاح شيل من عنه الدعم وساعد بيه الفقير الغلبان ده، خليه يعيش كويس، فهيوفر للدولة كتير. فالحكومات الوزارات هتدفع الفلوس اللي عليها للكهرباء، فالكهرباء تدفع الفلوس اللي عليها للبترول، فالبترول يقدر مع الشركات اللي بتشتغل تشتغل، يسدد ديونه ليها وتشتغل. معادلة معروفة ومش هتيجي غير مننا، وهتفضلوا تلصموا فيها لحد ما تقولوا احنا مش قادرين ندفع، فتعملوها مضطرين وتبقى بغضب، اعملوها برضا ومن دلوقتي وبوضوح، ما تتكسفوش. اللي يكسف من شعبه ما يستحقش اساسا يبقى يقوده. عمرنا ما هنشتغل، عمرنا ما هننمي. ادوا جرأة كده للناس واشرحوا لهم الواقع وخلصونا، عشان المشاكل الداخلية دي تحل، نفوق للخطر الأكبر بكتير. شيء كويس قوي القرارات اللي خدها النهاردة المهندس إبراهيم محلي. واحد قال لك مفيش مواكب لرئيس الوزراء ولا للوزراء، أنا موكبي عربية واحدة، وعربية واحدة ده للأمان والحماية، والحافظ هو الله. قال لك مفيش مية معدنية في مجلس الوزراء، وده قرار يجب أن يعمم في كل الوزارات، اشربوا من الحنفيات عشان تحافظوا على مية الحنفية والمية اللي الناس بتشربها تحسوا بيهم، وإذا عيتوا يبقى أنتوا تستاهلوا، تبقوا زيكم زي الناس. فمفيش مية معدنية خالص. عدم قبول هدايا، ده شيء كويس جدا، وأنا مش عارف هي الحكومة اللي قبل كده كانت بتبقى الهدايا؟ ما من زمان انتهينا من الموضوع ده، والهدايا اللي كانت بتيجي كانت بترجع للدولة تاني وتعمل عليها مزادات وتتباع. لا يجب قبول أي هدايا. اي مسؤول في اي مكان لا يجب ان يقبل اي هديه. اللي عايز يبعت ورد يبعت، حتى قال الراجل قال لك ولا تهنئه ولا تعازي، واللي عايز يجامل يدفع الفلوس دي، اذا كان قلبه على البلد قوي يعني وبيحب قوي، يدفع الفلوس دي في مشروعات خيريه، في اعمال خيريه نساعد الناس. ديننا كمان قال لنا كده، فكره التكافل هي الحل، فكره ان احنا نساعد بعض هي الحل. واذا النهارده دخلي قل علشان دخل قليل منتظم افضل من انه ينعدم، وعمري ما هجد سعاده وانا ابناء بلدي او ابناء وطني تعبانين او جعانين. لا هنعرف ننام ولا هنعرف نعيش ولا هيبقى في امن. طيب اروح لاردوغان، رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا. جريدة الوطن عاملة تفريغ من خلال الصحافة التركية للمكالمات ما بين أردوغان وأولاده. خلوني نشوف المكالمة الأولى بتقول إيه. أردوغان بيقول لابنه بعد أنباء القبض على مسؤولين بدعوى الفساد، تمام، والآن يجب أن تخرج أي شيء لديك في المنزل، مفهوم؟ ابنه اسمه بلال بيقول له وماذا عساي أن يكون عندي أبي؟ ليس لدي أموال خاصة بي، نقودك أنت هي الموجودة في الخزينة.
أردوغان بيرد عليه، هذا هو ما أقصده من حديث الآن، يعني افهم يا حمار. أيوة أنا بكلمك عن فلوسي. فلوس إيه؟ وأنت عندك فلوس؟ سوف أرسل لك أختك سمية، مفهوم؟ بلال بيقول له ماذا علينا أن نفعل مع هذه النقود؟ أين يجب أن نضعها؟ أردوغان بيقول له ضعوها في أماكن محددة، في أماكن مخصصة. المكالمة الثانية، الابن بيكلم أبوه عن الطرق اللي بيتخلصوا بيها من الأموال النقدية اللي معهم، ويقدم الابن لوالده عدة مقترحات يوافق عليه. يقول الابن لوالده أنه اجتمع هو وأخيه برات مع الأخ حسن، وأنهم يجلسون معا للتفكير في كيفية التخلص من الأموال. أولها فكرة إعطاء النقود إلى فاروق، ما تحددش باقي اسمه أو وظيفته، كي يتصرف فيها كما تصرف في غيرها من الأموال من قبل. يرد الوالد بالموافقة على هذه الفكرة، ثم يقترح الابن أن يأخذ بعض الأموال ووضعها في مشاريع مع أحد شركائهم الذي يدعى محمد جور، مشيرا إلى أن باقي الأموال ستنقل إلى بعض الأماكن. المكالمة الثالثة، أردوغان بيكلم بنته بيقول لها ماذا فعلت سمية بيكلم بلال، فبلال بيقول له تصرفت في الأموال التي تحدثنا عنها. أردوغان هل أنجزت الأمرين أم ماذا؟ بلال أظن أنها فعلت يا أبي، لأنها قالت انتهيت من الاثنين. أردوغان أيا ما كان حسنا فعلتم. بلال متى ستصل يا أبي؟ أردوغان نحو الساعة 12. بلال استمتع بوقتك. أردوغان بيقول له ما تتكلموش في الهواتف، خد بالك التليفونات مركوبة اليومين دول، ما تتكلموش في التليفونات. رئيس الوزراء، من المكالمة الرابعة، أردوغان هل تقصد أنكم تخلصتم من النقود بالكامل؟ بلال لم نتخلص منها بالكامل يا أبي إلى الآن، دعني أشرح لك، ما زال لدينا 30 مليون يورو لم نتمكن من التصرف فيها إلى الآن، لكن برات اقترح فكرة أن نعطي 25 مليون يورو لأحد رجالك، أما الملايين الخمسة المتبقية فنشتري بها شقة من شهر زار، ماذا ترى أنت يا أبي؟ بلال بيقول له أبي، بيقول له بابا، ما بيردش عليه. أردوغان بيقول له هي سمية معاك؟ بلال بيقول له أيوة نعم. هل تريد أن نتخلص من النقود بالكامل أم تريد أن يبقى جزء يسير منها في يدك؟ أردوغان يا ولدي ليس من المقبول أن يبقى شيء، لكن هل نقلتم المال لمحمد؟ بلال لقد أعطيناه 20 مليون يورو. طبعا الصياغة بس عشان ما حدش يقول لي حد بيكلم ابنه كده، دي ترجمة عن التركية، يعني الإخوة في جريدة الوطن مترجمين عن التركية نصا بالصياغة. من المكالمة الخامسة، كانت الساعة 10:58 دقيقة صباح يوم 18 ديسمبر، أو أي اليوم التالي لبدء حملة الفساد ضد أبناء الوزراء. وفي هذه المكالمة يتصل أردوغان بابنه لكي يطمئن على ما اتفقوا عليه ومن الانتهاء من عملية التخلص من الأموال، ويكشف أردوغان عن بداية الحملة التي نفذتها الحكومة ضد جهاز الشرطة بإقالة العديد ونقل الآلاف من أفراد الشرطة، وقال أوضح أن السبب يعود إلى مراقبة الشرطة لأردوغان وابنه، إن ده كله لأن هم راقبوا أردوغان وابنه. أردوغان أردت أن أتصل بك وأسأل عن سير الأمور. بلال لا يوجد أي شيء، وأتممنا وأنجزنا كل ما قلت لنا، بس لأنهم متدينين بقوا إخوان يعني، فبيقولوا بإذن من الله، الحمد لله تخلصت من الفلوس القذرة بتاعتك يا بابا بإذن من الله. أردوغان هل تخلصت منها أي النقود بالكامل؟ ما قالوش إن شاء الله. بلال قال له نعم بالكامل، ولكني أقصد من كلامي أنه لم يبق منها شيء سوى مبلغ 730 ألف دولار و 300 ألف ليرة، وسوف أدفعها لفائق أشيك لأننا مدينون له بمليون ليرة، وسأقول له حول البقية إلى أكاديميا. أردوغان لا تتكلم ولا تتحدث بهذا، حسنا لا تتكلم بالشكل العلني. بلال لا أتكلم بصيغة سؤال، حسنا أبي. يد لم نفسك، احنا على التليفونات بقول لك هم عرفوا الحدوتة من المكالمات معاك، فتقوم انت تشرح. أردوغان لا تترك شيئا عندك مهما كان، حاول أن ترسلها وتتخلص. طب ما أنت اللي بتقوله يا أردوغان، يعني أنت قاعد تنصح الواد وبعدين تفضحه. بلال تمام أبي، ولكن أظن أننا نراقب بشكل مستمر، أنا أشك متهكما، وماذا نقول لك؟ بلال بيقول له ولكن أبي من يراقبنا؟ هل هم طاقم الحراسة أم من؟ أردوغان رد عليه نقط، مش عارف فين الرد بتاعه يعني، أجاب أردوغان ونقط بس. بلال ولكن
يقولون انهم يراقبوننا مع تصوير عملية المراقبة. اردوغان: يبدو ذلك صحيحا، لذا قمنا ببعض الاجراءات في مديرية الامن باسطنبول. الاجراءات دي اللي هو شال ضباط كتير جدا واحالهم للتقاعد، كما احال القضاء وشال النائب العام، وعمل قوانين مكبلة لاستخدام السوشيال ميديا، النت، الفيسبوك، اي حاجة من وسائل الاتصالات ممكن تعتبر جريمة، ومن حقهم انه يطرد اي زائر. عشان اللي بيزعلوا يقولك انتم مشيتوا واحد استرالي من الجزيرة، اه مسكنا واحد. لما جاء وفد الاتحاد الاوروبي وراح زار السيد النائب العام المستشار هشام بركات، قال لهم ما تكلمونيش، اختصر عليكم، خدوا اقروا الورق، شوفوا الورق وعملية الضبط وقولوا ده في بلدكم تعملوا فيه ايه. قروا الورق اللي بيقول ان الجماعة بتوع الجزيرة والاخ الحظيرة والاخ الاسترالي بياخدوا مشاهد، بيركبوا مشاهد مش موجودة اللي انتوا بتشوفوها على الحظيرة طول الوقت، وبيبعتوه على ان ده بيحصل في مصر. فكلها حاجات متركبة. الوفد الاوروبي شاف، قالوا له ده لو عندنا هيتحبس. قال لهم وعندنا اتحبس، يعني احنا عندنا بالقانون بيعمل بدون ترخيص، بيزيف الحقائق، بيرتكب جريمة، نعمل معاه ايه؟ ده ندلعه نرجعه استراليا عشان الاخوة بتوع الحظيرة زعلانين؟ ايه المنطق يعني؟ النهاردة طبعا اغتيل احد حراس واحد من هيئة المحكمة التي تحاكم مرسي في قضية التخابر. الرئيس المعزول قتلوا الحارس الخاص من امام منزله. بتواصل الجماعة تهديداتها باغتيال وقتل القضاة ورجال الشرطة. هددوا 7 قضاة يعملون في عدد من دوائر محاكم الجنح في الاسكندرية، اصدروا احكام على ما يقرب من 300 من اعضاء الجماعة الإرهابية للتهميم في أحداث شغب والتظاهرات التي وقعت في الإسكندرية من بعد 30 يونيو. كما أصدر قضاء 7 أحكاما على عدد من قيادات الجماعة الإرهابية، أبرزهم صبحي صالح وحسن البرنس وآخرين. معايا السيد المستشار علي عبد الأول، المتحدث الإعلامي باسم نادي قضاة الإسكندرية. مساء الخير سيادة المستشار. أهلا فندم، مساء النور. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. بتستقبلوا تهديدات الإخوان للسادة القضاة ازاي؟ الثبات سعادتك، احنا بنؤدي عملنا وحنظل نؤدي عملنا ونطبق صحيح القانون ايا ما كان حجم التهديدات اللي بيتعرض لها القضاة. هل هناك اي اجراءات امنية لتوفير الحماية لهؤلاء القضاة اللي بيؤدي عملهم وممكن حياتهم تتعرض للخطر بسبب هذا العمل؟ الحقيقة سعادتك بعض الدوائر الجنائية في محكمة اسكندرية الابتدائية أصدرت أحكام في بداية الأسبوع على مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية وقيادتهم. عقب صدور هذه الأحكام فوجئنا أن هناك بيان منسوب للتحالف يدعى دعم الشرعية بيهدد من القصاص من هؤلاء القضاة الذين أصدروا الأحكام، وتناول البيان أسماء هؤلاء القضاة. بعد كده فوجئنا أن هؤلاء القضاة وردت إليهم رسائل تهديدات على تليفوناتهم الخاصة، وبعض القضاة تواجد بعض أعضاء الجماعة أسفل محل إقامتهم وقاموا بالتظاهر. نعم. تقدم القضاء بمذكرة إلى السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية وأحالها بدوره إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وتعقب هذه الصفحات وتعقب الأرقام الهاتفية اللي أرسلت التهديدات. الغريب أن الأرقام دي سعادتك أغلبها من خارج مصر وليست من الداخل. من خارج مصر للعالم. نعم. والحقيقة الرسائل دي تناولت السب المقزع بألفاظ يعني لا تذكر، والنيل من القضاة وتهديدهم هم وزويهم. نادي القضاة سعادتك بدوره عقد اجتماع أمس برئاسة المستشار عصام عبد الهادي سكرتير عام النادي، والمستشار سعد السعداني وكيل النادي من جانبنا، والسيد اللواء أمين عز الدين مدير أمن اسكندرية، وعرضنا عليه الموقف وحصل مننا على محل إقامة السادة القضاء المهددين بالاسم، وتعهد ان هيتم توفير الحراسة والتأمين الكافي ليهم، وهذا الامر رهن التنفيذ. ربنا يحفظهم ويحفظكم وتؤدي عملكم بما يرضي الله. بشكر حضرتك جدا المستشار علي عبد القوي،
المتحدث الإعلامي باسم نادي قضاة اسكندرية، النهاردة كان في جنازة مهيبة لرقيب الشرطة من قسم مباحث، من قوة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، رقيب شرطة عبد الله متولي، هو ده الحارس الخاص بأحد القضاة الله يرحمه. طبعا اتضرب وهو على دراجة بخارية، اللي ضربه على دراجة بخارية بقت شغلانة الدراجة البخارية، ده شيء عادي جدا. اتنين راكبين على الطيارة اعترضوا طريقه وراحوا ضربين عليه النار، الناس خرجت وهتفت ضد الإخوان وقالت احنا هنجيب حقنا منهم، زي ما في حركة من ضباط الشرطة بتقول ان هي مش هتسيب الإخوان وهيجيبوا حق إخواتهم اللي بيموتوا منهم، وعمر الإرهاب ما هينجح ولا هيكمل أبدا. النهاردة قتل شخص إثر إصابتي بطلق ناري في الرقبة، وأصيب طفل آخر في الاشتباكات اللي وقعت في بين عناصر جماعة الإخوان المسلمين والأهالي في منطقة السيوف بالأسكندرية، حسب ما جاء على وكالة رويترز للأنباء. وقالت مديرية أمن الإسكندرية أنه تم القبض على 15 إخوانيا وكان معهم مولوتوف في المظاهرات، فيما تجرى الآن محاولات لإنقاذ النقيب خالد حسين من قوات الأمن المركزي اللي أصيب بطلق ناري في البطن أثناء مظاهرات عين شمس. الرصاصة عاملة فتح الدخول وخروج، هو في حالة سيئة جدا، ادعوا له ربنا يرفع عنه ويشفيه ويعيده إلى أهله سالما. طيب هسيبكم مع فيديو، مش هسيبكم لا، هنشوفه وارجع لكم تاني. شوفوا الفيديو ده وانتوا بتشوفوه، اعتقد انه ختام مناسب للكلام اللي احنا قلنا. دائما بتبقى عندك زاوية رؤية بتحكم من خلالها على الاشياء، في حين ان انت لو صبرت للاخر هيبقى عندك زاوية مختلفة تماما كانت تغير رأيك فيما يحدث. عشان كده ناس كتير من اللي في مصر شايفه زاويه واحده بس، في زوايا كتير للواقع اللي احنا عايشينه. نشوف الفيديو ده مع بعض. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. هات الفيديو تاني بالراحة يا عمرو. ده واحد بيجري، لما تشوفه هو في حالة كأنه رايح يهاجم حد، دي اللقطة الأولى. اللقطة التانية من ظهره، شكله جندي بالمناسبة، رايح شكله بيخطف الشنطة من الراجل ده، يعني حرامي، لو انت شفته هتقول عليه حرامي. لكن هو شاف المبنى بيقع فجري كان بينقذه في اللحظة اللي انت اول فكرة لو الست دي او راكب العربية دي هيبقى مستفز جدا من الشخص ده لانه حرامي رايح يضرب الراجل ده او يسرقه، الراجل نفسه خاف. اللقطة اللي بعدها على طول بتقول لك لا، هو مش رايح يسرقه، اصبر تنقذ حياته لانه شايف الجدار بيقع عليه. ايه المعنى؟ كلنا محتاجين نصبر شوية ونهدى شوية لحد ما تكتمل الصورة، علشان قد ايه نكتشف ان استعجالنا ممكن يخلي الصورة وحشة، وان صبرنا وتعاوننا جميعا ممكن ينقذنا من جدار هيقع على دماغنا. بعد الفاصل سأستقبل ضيف العزيز فضيلة العالم الكبير الدكتور أسامة الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، المشرف على رسالة الأزهر. كنا بنتكلم عن التمكين الذي حوله الإخوان وكتابهم إلى تمكين سياسي، تمكين من الحكم وليس تمكين للدين. النهاردة هنتكلم في مساحة أوسع شوية، هو مفيش أشكال مختلفة للتمكين في الأرض، هو التمكين بس كان لسيدنا يوسف وذي القرنين، مفيش حالات تمكين في الحياة احنا شايفينها الآن. وسنعود مرة أخرى لأننا بنتكلم عن انهيار الحضارة الإسلامية مع نهاية الخلافة الإسلامية كمان، إيه اللي حصل وكيف بدأ الإرهاب من عهد سيد قطب. نلتقي بعد الفاصل. في تمام السابعة صباحا استعد متسابقو كايرو رانرز كعادتهم كل جمعة لثاني نصف ماراثون جري في شوارع القاهرة، يتبرع المتشاركون بدخلهم المادي لصالح الجمعيات الخيرية، وهدفهم الوحيد
هو الترفيه ونشر ثقافة الرياضة. بروح معهم كل حتة، يعني أنا ساكنة هنا في التجمع ورحت معهم شيراتون وستة أكتوبر وزمالك وكل حتة. يعني أنا شايفة بصراحة أن دي من أحسن الحاجات تحصل في مصر كارنتلي اليومين دول، بجمع الناس والفتنس بتاع الرننج دوت مش بنعرف نجيبوه من أي فتنس تاني بصراحة. يعني الناس كلها تنزل وتجري، اللي يبقى عندها هلس وصحة أن هم يجروا، فقلت أجرب. فالنهاردة هروح 1 كيلو وأجرب، ومرة جاية ممكن أبقى أروح 7 كيلو إن شاء الله. كنت بروح من سنتين مثلا اول ما ابتدوا، او من سنه مش فاكر بالظبط، بس يعني هو الموضوع الاول كانوا بيبتدوا بمسافات صغيره، وبعدين المسافات ابتدت تكبر شويه بشويه بشويه لغايه اما السنه اللي فاتت عملوا هاف ماراثون وحضرته معاهم. كانت حاجه حلوه وتجربه، يعني حبيت ان انا اكررها تاني في السيزون ده. كمان الجري ابتدى برضه يتقدم شويه لغايه اما جه الهاف ماراثون تاني. جريت معاهم في الرحاب، جريت معاهم في مدينتي، جريت معاهم في الزمالك، جريت معاهم في المعادي. اولا جايه مع اخواتي وصاحبه اختي يعني، وجايه عشان اجري رياضه بقى. متسابقون من كل الاعمار قرروا ان يبداوا يوم اجازتهم الاسبوعيه بطريقه مختلفه للحفاظ على صحتهم ورسم الابتسامه على وجوههم. بسنت ابراهيم، ممكن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ارحب بضيفي العزيز فضيله العالم الكبير الاستاذ الدكتور اسامه الازهري المشرف على مكتب رساله الازهر. النهارده بنكمل في التمكين وسنصل الى سيد قطب، والوصول الى الشيخ سيد قطب خدنا لفه طويله ورحنا وجينا، من يعني خرجنا من انهيار الخلافه الاسلاميه فوصلنا الى انهيار الحضاره الاسلاميه وتاريخها منذ قرون بعيده، ثم عدنا إلى فكرة التمكين، وسنعود مرة أخرى إلى الشيخ سيد قطب. أهلا وسهلا يا مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك. هل هتسمح لي بدقيقة؟ هو موضوع خارج الإطار بس الأمانة تقتضي. تفضل. أني أقوله للسادة المشاهدين، كنت بكلم حضراتكم عن تشكيل الحكومة الجديد وأبديت تحفظات عليها. كلمني حد مقرب من المهندس إبراهيم محلب وقال لي معك حق، هو النتيجة التي وصلنا إليها فيها هذا الجزء، ولكن إليك الأسباب. أول الأسباب إن هناك من اعتذروا كثر، قال وزارة الثقافة اعتذر فيها الأستاذ محمد المخزنجي بالاسم، الأستاذ فاروق جويدة بالاسم وغيرهم، واللي ما لم يعتذر كان هناك تحفظات رقابية عليه. اتنين، وزارة النقل التقى بأكثر من 4 أشخاص واعتذروا. التعليم العالي قال لك الناس طول الوقت بتتكلم على رغبتها في العمل العام وخدمة هذا الوطن وأغلب الناس بتعتذر. الجزء الثاني بيقول لي ان مصر تقريبا كلها قدمت له قوائم، كل مجموعه او كتله قدمت له قوائم، فاذا لم ياخذ بهذه القوائم هيبقى وحش. ثلاثة، قال لي جاب ناس، الراجل ده اللي كان بيشتغل ابراهيم محلب كان بيشتغل في شركه مقاولات سعوديه كبيره جدا، كان بياخد مئات الالاف شهريا، ولما قالوا له تيجي وزاره الاسكان ساب شغله ده وجه، فقرروا نعمل نفس الشيء مع شخصيات. فاتصل مثلا بالسيد هاني ادري المكلف بوزاره الماليه، هاني ادري كان مسؤول في البنك الدولي، مسؤولية كبيرة، قال له البلد عايزاك وعشان خاطري وتعالى. الراجل جه، بدأت الناس تهاجم وتقول لك انت جاي حد من بره، امال طول الوقت بنقول احنا عايزين نرجع اولادنا اللي بره ليه؟ مصطفى متولي، الدكتور مصطفى متولي ده بيشتغل في الامم المتحدة، راجل جهبز، الراجل اقنعه قعد يومين بيستخير ربنا وخايف من المسؤولية وشايف وقت قد كده وهيسيب شغله هيروح فين بعد كده، وقعد معاه كتير لحد ما اقنعه فجه، فالناس بدأت تعترض انت جايب حد من بره. محمد شاكر المراكبي قال لك ده راجل قطاع خاص، هذا الرجل اكبر استشاري كهرباء في الشرق الاوسط، كل المشروعات الكبيره الخاصه في مصر هو اللي عاملها، الراجل ده بياخد مئات الالاف بالمناسبه برضه. قعد يقنعه، اي وزير بيجي هيقدم ذمته الماليه ده جاي 3 4 شهور، عايزين عقليه وفكر. الناس في الوزاره بدات تعترض، فبيقول لك في النهايه هيعمل ايه؟ اللي جاب من بره مش عاجب، جاب من جوه الناس رافضه تشتغل. ان الكل بيتكلم عن المسؤوليه وعن احساسه تجاه البلد، بس ساعه الجد الناس بتختفي. انا اسف يا مولانا، هو موضوع بس يعني مش ممكن عشان يشكل حكومه نعيش مشكلات غريبه ما بين التشكيك والرفض والقبول، وكل الناس بقت تفهم وكل الناس بتختار وكل الناس بتحدد مين الاصلح.
ربنا يا رب يجري التوفيق ويتم تشكيل الحكومة على خير وإن شاء الله البلد. هي تقريبا انتهت على هذا الشكل، الرجل اضطر في بعض الوزارات إلى قبول ما كان يتمنى أن يغيره. ما بين لمحة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال إن شاء الله. إن شاء الله. طيب حضرتك تحب نبتدي منين؟ أنا عايز برضو أستأذن حضرتك والمشاهدين في نقطة يعني بعيد تماما عن سياق الفكرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وهي فكرة أبناء الوطن السبعة الذين قتلوا غدرا وغيلة في ليبيا. نعم. وهم من إخواننا المسيحيين. نعم. قتلوا على الديانة. وقتلوا غدرا وخسة. وأنا أتقدم أولا بخالص العزاء لأسرهم وذويهم ولقريتهم كاملة ولأقربائهم، وأؤكد على أنه الحادث الأليم ده يمس بالألم والحزن أي إنسان مصري شريف يغار على الوطن وعلى أبناء الوطن. والفكرة اللي أنا عايز أوصل لها أنه أنا أتقدم إلى سيد محافظ سوهاج وإلى وجوب توفير معاش لأسرهم. نعم. الواحد من هؤلاء كان هو العائل الوحيد للأسرة وقتل غريبا، فلا أقل من وجود رعاية لأسرهم. لمحافظ سوهاج أو لسيد إبراهيم محلب أو للوزارة القادمة في التضامن الاجتماعي، وأنا أطلب من حضرتك بصفة شخصية أنه حضرتك تتبنى هذا الموضوع وتضعه على قائمة الاهتمامات. نعم. وتتابعه مشكورا. نعم. بحيث يبقى من الملفات المهمة اللي حضرتك يعني سوهاج إن شاء الله أرجوك. ونتابع هذا الأمر أرجوك. وهو جزء له علاقة باللي احنا بنتكلم فيه برضه. صحيح. لأن صحيح. هي الفكرة ليست هذه المرة الأولى. أنا شفت في العراق كانوا بينزلوا سائقي شاحنات وبيقعدوهم على الطريق فيقول له انت ديانتك ايه، فيقول له مسلم. صح. يقول له طب اقرا الفاتحه، طب العصر كم ركعه، طب الظهر كم ركعه. فعندما يتلجلج جمعوهم وضربوهم بالنيران. لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا فكر هذا فكر قاعدي مدمر، وده فكر التكفير. صح صح, صح. يعني فكر حق الحكم على احد. صح. واعتقد ان الازهر مطلع بيان له علاقه بالتكفير ايضا. صحيح صحيح. وفضيله المفتي فضيله الشيخ شوقي علام له من فتره من يناير اعلن عن مبادره لمناقشة فكر التكفير وتفكيكه. نعم. والرد على مقولاته، وكون مرصد كامل في دار الإفتاء وجمعوا القضايا التي يرتكز عليها الفكر التكفيري، وبدأ يعد بيانات لتفكيك هذا الفكر، وهي خطوة على الطريق. لا أنا أعتقد كمان في بيان من الأزهر أن التكفير للقاضي فقط هو الذي يحكم بذلك، وده كان ده كلام سديد وفي غاية السداد حتى لا تتحول إلى لعبة يعني بين. نعم. أيدي الناس. كمان لا أنسى العزاء لأسرة شهيد الرقيب الذي لقي ربه في سنبلوين في الدقهلية، والشخص الذي لقي ربه اليوم في الإسكندرية، والطفل الذي أصيب بالخرطوش، والضابط اللي في بين يدي الرحمن الآن بيجروا جراحة في عين شمس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يتولاه ويعافيه. وإلى كل بيت مصري دخله الحزن أو الأسى نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، أن ينزل السكينة عليهم، وأن يجعل عاقبة الأمر رشدا، وأن تعم السكينة والأمان في مصر بإذن الله. اللهم أمين. آسف على الفاصل. لا خالص، لكن بالعكس يعني هو متصل كل ما نعيش فيه بسبب هذا الفكر. صحيح. يعني صحيح. كل اللي حضرتك ذكرته متصل. صحيح. اتصالا وثيقا بهذا الفكر. صحيح. صحيح. طيب بلا شك. نعود إلى مرحلة التمكين. كنا انتهينا إلى أن حضرتك ضربت نموذجين. أيوه. للتمكين من خلال القرآن. أيوه. الكريم. أيوه. سيدنا يوسف وسيدنا ذو القرنين. ذو القرنين. نعم. نعم. صحيح. هل لا توجد نماذج تمكين أخرى في القرآن الكريم؟ يعني هل هذين النموذجين هما الأكبر؟ هما النموذجين دول لما نتصفح القرآن الكريم، كتاب الله وحيه المجيد الخاتم والنور المبين الذي أوحاه الله تعالى للعالمين هديا وتبصيرا وقيما وخلقا، هنلاقي أنه هم دول بالفعل أكبر نموذجين القرآن الكريم بسط فيهما الوقائع والمجريات والأحداث، سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا ذو القرنين عليه السلام على القول بنبوته. وأنا بس قبل ما أبدأ أكمل مع حضرتك المنظور الكامل للقرآن عن التمكين وهل أورد نماذج أخرى أو لا، كويس أنه حضرتك فكرتني بسؤال حضرتك تفضلت به المرة اللي فاتت وأنا تكلمت عنه بسرعة، بس وأنا بتكلم شاعر أنه ما اتضحش للدرجة. يعني هو سيدنا يوسف النموذج المعرفي الممتلئ بالخبرة والعلم والدراية والفهم،
ثروة معرفية، بحيث أنه لجأ واضطر إليه كل أرباب الإدارة في الدولة المصرية حينئذ. حضرتك سألت سؤال مهم، بس ده سيدنا يوسف، ده وحي، دي نبوة. كنت بسأل عن العلم، هل هذا العلم نتيجة دراسة غير الحلم الحياتي؟ وحضرتك شرحت لي أنه في بيت النبوة ابن نبي ابن نبي وتراكمت عنده الخبرات. لكن برضو لم يجيب على فكرة أنه العلم بالضبط، ده اللي خلاني من المرة اللي فاتت أسجلها في ذهني أن احنا يعني نتطرق إليها. هو شوف حضرتك، في قاعدة من قواعد علم الأصول بتقول أن الأصل في أفعال الأنبياء العموم، إلا أن يقوم دليل على التخصيص. بمعنى سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يواصل في الصيام، يعني كان يصوم يمسك عن الطعام والشراب النهاردة، فلما يجي المغرب بتاع بكرة ما يفطرش، لا يأكل ولا يشرب، ويكمل لحد ما يبدأ الصيام اللي بعده، ولما يجي وقت الإفطار برضو يكمل، فيفضل 3-4 أيام متواصلة لا يأكل ولا يشرب، بما يمكن أن نسميه الوصال في الصيام. في نفس الوقت اللي هو نهى عن الوصال، قال لهم يا جماعة انتوا لا تواصلوا في الصيام، ما ينفعش الواحد فيكم يصوم ويجي وقت الإفطار فيستمر ممسكا ويطبق يوم كمان، ما ينفعش، اوعوا تعملوا كده. قالوا له يا مولانا، بس يعني علشان بس نفهم وتتركب الأدلة مع بعض وتتضح الصورة الإجمالية، احنا شايفين جنابك الشريف بتواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. بس العلماء قالوا لو كان ما يأتيه من عند الله طعام وشرب حقيقي يؤكل بالفم، يبقى مش بيواصل، يبقى بيفطر بس على طعام من نوعية أخرى، شيء سماوي، بس يبقى أفطر. فالعلماء قالوا لا، لم يكن يقصد أنه يأتيه طعام وشراب، إنما كان يقصد تمام الاستغراق في الشأن الغيبي، في مناجات المولى، فيما يفاض على صدره الشريف من العلوم الإلهية، من مناجات الملائكة. هذه الأنوار التي إذا عاشها الإنسان وأدرك لذتها لم يشعر بحاجة إلى طعام وشراب، فسمى هذه المعارف الإلهية كأنها طعام وشراب لأنها أغنت عن الطعام والشراب. بس إيه الشاهد من القصة؟ إنه دي خصوصية نبوية بغض النظر عن مصدرها، أن هذه خصوصية. طب وبقية الأفعال النبوية في المناسك، في الإدارة، في الحرف، في المهن، في مكاتبة الملوك بالرسائل، الأصل في هذه الأفعال أنه صنعها لتكون منهج، لتكون تعليم. بس إحنا بنعملها بخبرة وبناء مؤسسة، وهو صنعها بتعليم إلهي. يبقى كل هذه الأفعال التي هي من قبيل الخطابة والإفتاء والقضاء والإدارة والحرف والمهن والصنائع وإدارة الأموال ومكاتبة الملوك بما يشكل جانب دبلوماسي في السيرة النبوية، الأصل فيه أنه تصرف نبوي أبرزه الله علشان يبقى نموذج يتبع ونطبقه ونجمع له أدوات وآلات. سيدنا يوسف كذلك، لما هو بدأ يقول لهم في عندي خبرة زراعية تبهر شعبا عريق في الزراعة، لما هو بدأ يظهر عدد من التدابير والمشورات والإجراءات فعلا اجتازت بالبلد أزمة اقتصادية طاحنة، التصرف ده هو مصدره إيه عنده؟ مصدره النبوة والخبرة. بس هو قاله لنا علشان يوضع بين إيدينا على إنه نموذج قابل للتطبيق. فالأصل في أفعال الأنبياء أنها للعموم للتطبيق، إلا التصرفات النادرة اللي نعرف أنها من خصائصهم، زي حكاية الوصال اللي قلناها من شوية. طيب يبقى إذن حضرتك، ليه ربنا أبقى لنا من كلام سيدنا يوسف اللمحة دي، المشاهد المقتطفة دي، مع أنه حياة سيدنا يوسف مثلا 60-70 سنة كان ممكن يسجل منها عشرات المواقف، فأنسى الله البشرية بقية عمره الشريف وأبقى لنا 3-4 ومضات هذه، إلا لأنها منهج تعليمي قد يكون حصل عنده هو بالموهبة والنبوة، إلا أننا مخاطبون بتنفيذه، ومدام ما احنا مخاطبون بتنفيذه يبقى في دائرة الإمكان، يبقى يمكن الوصول إليه من طرفنا احنا بالخبرة والدراسة والمعرفة والموهبة والبحث العلمي وبناء الكوادر العلمية وهكذا. أرجو أن دي تكون إلى حد ما بدأت توضح الفكرة. كما أنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، يعني أنا دلوقتي حبدأ أنفذ مجموعة من المناسك في الحج قدامكم بغرض أنكم أنتوا تلاحظوها وتبدأوا تطبقوها وتتوصلوا إليها بالخبرات المعروفة عندكم. كأنه سيدنا يوسف بيقول شوفوا مجموعة التفاعل مع الإدارة التي جعلت مني شخصا موثوقا به،
يفسح له المجال. أحاول أنكم أنتم تعملوا نفس الطريقة بما يناسب ظروفكم وعصركم ومجتمعكم وسقفكم المعرفي وظروف زمانكم حتى تقوموا بواجب زمانكم كما قام نبي الله يوسف بواجب زمانه صلوات الله وتسليماته عليه. دي قضية. هل فيها حاجة لسه؟ لا طيب بالنسبة لي مستوعبها. يعني في حاجة تاني حضرتك مهمة. انت بدأت سعادتك السؤال بأنه هم دول النموذجين اللي موجودين للتمكين. هم دول أبرز نموذجين. قضية التمكين فيما عدا هذا جاءت قضية عابرة. بس ده تمكين في الحكم. تمكين سياسي. لا ما اقدرش ألخصه في كده. لا 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 مش تمكين سياسي. ولذلك يعني ده تمكين معناه انه المجتمع كله بدأ يشتغل. بدأ التروس الصادقة في كل مجتمع بدأت تدور. لا أنا مش بتكلم هنا عن جماعة. أنا بتكلم عن تمكين سيدنا يوسف. سيدنا يوسف. سيدنا يوسف هنا هذا تمكين مكنه من إدارة. تمام. تمام. هذه الإدارة حكم. تمام. يعني اجعلني على خزائن الأرض. على خزائن الأرض. فهنا ده تمكين سياسي أو إداري. هو تمكين من حكم. اديني الصلاحيات كلها في المنطقة دي. لا مش بالضبط. يعني اسمح لي اسمح لي هنا. ايوه لا من عايز اوصل منها الحاجه فاتفضل. ايوه الخطا بيجي منين؟ منين بيجي الخطا كله اللي بيتكرر عند التيارات السياسيه المنسوبه للاسلام على مدى 70 80 سنه فاتت؟ انه بيبدا الصوره كلها بهذه الايه. نعم. اجعلني على خزائن الارض. كان المشهد باكمله بدا بسيدنا يوسف وهو يبادر ويخبط على الباب ويقول له اديني الصلاحيات. يبقى هو اللي بيسعى ويطلب. لا ما حضرتك شرحت من البداية انه لم يكن يسعى ولكن الملك هو الذي سعى اليه. بناء على ايه؟ بناء على ما ظهر من سيدنا يوسف من خبرات ادى امارات للنجاح. نعم. بالضبط. فلما نيجي نمسك الآية وحدها وتجرد من هذا السياق كله يبقى مثلها كمثل سمكة اخرجت من الماء تموت. هو انا اقصد يا مولانا. نعم. هل هناك اشكال للتمكين مختلفة عن ما اتى في سورة سيدنا يوسف او سيدنا ذو القرنين؟ التمكين الذي يتكلم عنه القرآن الكريم في كل مواضعه امر يصنعه الله حينما يدور المجتمع فقط. شوف حضرتك الفكرة دي. ولذلك وردت في حق جماعة من الكفار. نعم. وسماه الله تمكينا. الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. أهو ربنا بيقول أنا في ناس أنا مكنتهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا الثروات الطبيعية وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ثم فأهلكناهم بذنوبهم. الفرق ما بين الفعل الإلهي أو الأمر الإلهي وما بين الإرادة الإلهية، بمعنى أن أنا هقول أن هنا كان قرار إلهي مكناه. هو هنا قرار إلهي صرف ليس للبشر دور فيه. هل يختلف الأمر على أننا أقول أنا بسعى لتحقيق إرادة الله؟ كويس. وبرضو سؤال مهم. شوف حضرتك إيه اللي احنا قصدناه بأنه تصرف إلهي؟ أنه شيء بيتحقق في الوجود وما ينفعش أقول أن أنا رايح أنفذه. أنا بعمل بعض مقدماته ودي نتيجة ممكن توجد وممكن لا توجد رغم ان انا مشيت في الاسباب. النتيجة دي امتى توجد وامتى لا توجد؟ وما ينفعش وانا بعمل السبب اقول انا بعمله علشان احدث تمكين. نعم. ربنا قال لي اعملوا مؤسسات، اقيموا مجتمع، عمموا الرخاء على الناس، واعبدوا ربنا واكثروا من الذكر، وادخلوا كده في منهج ربنا علشان تمتلئوا نور وبصيرة. يبقى نقول ان احنا هنعمل كده، احنا هنبني مؤسسات وحننفذ وحنعمل. لما بنعمل كده ممكن الطريقة دي تتعمل بهيئة ناجحة وموفقة ومستمرة ومضطردة. تبدأ الدول حوالينا تقول هاتوا لنا النموذج المصري، احنا عايزين نستورد خبرات من مصر، عايزين نبعت فرق تتدرب في مصر. يبقى حصل حالة اسمها التمكين للنموذج المصري في الثقافة العالمية. اخد بال حضرتك؟ شوف اللي بيحصل. ايه اللي خلى المراكز الخبرة والبيوت والبيوت الخبرة والمراكز الإدارية والمؤسسات المختلفة، إيه اللي خلاها تلتفت للنموذج المصري الناجح وتطلب إنها تدرس النموذج ده وتبعت لك ناس تدربهم؟ إيه اللي أوقع ليك الحالة دي عند الناس؟ كرم إله. هو ده اللي ربنا بيسميه التمكين.
الصيت والسمت والسمعة الحسنة في أي مجال معرفي تطرقه. إيه اللي بيخليني أنا أبعت أولادي يتدربوا في ألمانيا أو في روسيا؟ أن هناك للروس حالة من التمكين في هذا المجال الصناعي المعرفي اللي هم بارعين فيه، لأنهم أخذوا بقانون لا في الأسباب، بنوا كوادر، أتقنوا التعليم، صنعوا مؤسسة، ترتب على أخذهم بالأسباب إنه ربنا خلى عند الدول، عند مصر وعند ليبيا وعند الأوروبيين وغيرهم، إنه هنا في نموذج ناجح كلنا نتعلم منه، يسمى هذا تمكين. التمكين ده بيحصل للروس فيما أتقنوا فيه، بيحصل لليابان فيما أتقنوا فيه. أي شعب أو أمة في الأرض بدأت تمشي سنة ربنا في الأسباب يوجد الله تعالى لها شيء اسمه التمكين. بس ربنا بيقول أنا عايزكم تعملوا زي كده، عايزكم تجربوا النموذج الألماني، النموذج الياباني، النموذج الهندي، النموذج الروسي، علشان يتحقق ليكم شيء موازي للي عندهم اسمه تمكين. بس اللي انتوا هتزيدوه عنهم انه بيوصل لربنا، انه مليان نور، انه ماشي على منهج النبوة، انه بيعمم الرخاء في الدنيا. التمكين مش خاص ب ابدا بفئة او شريحة او ديانة ابدا. نعم. ابدا، بل يحدث مع المؤمن ومع الكافر، لكنه مع المؤمن بيبقى نجاح دنيا واخرى، ومع الكافر بيبقى نجاح دنيوي. ولذلك اهو خد آية الانعام اهي، الم يروا كم اهلكنا من كم اهلكنا. شوف التصدير القراني ده، ربنا بيتكلم عن تمكينهم في سياق ان الله اهلك. الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم، اهو تمكينه، مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم. ها، ادناهم اللي ما ادناه، تمكين مش موجود عندكم. وكمان ربنا بدأ يشرح لنا يعني ايه التمكين اللي حصل لهم. ارسلنا السماء عليهم مدرارا، خيرات وثروات طبيعية عرفوا يشغلوها، وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، ثروات زراعية عرفوا يشغلوها. طب وبعدين؟ فأهلكناهم بذنوبهم. يعني دي مش أمة مسلمة. يا جماعة انا عايز اغوص بحضراتكم وبالمشاهدين جوه المفهوم القرآن الراقي العلوي للتمكين اللي احنا ممكن نسميه الاسباب الطبيعية لنهوض اي حضارة. بس ادي قضية التمكين. طيب وجد عند مين النموذج اللي حقق تمكين الدنيا وهو موصول بالسماء وبالنور الالهي؟ وجد عند سيدنا يوسف، وجد عند سيدنا ذو القرنين. وجد في نماذج منيرة اهي حققت تمكين. على فكرة التمكين ده جاء فين؟ في سياق ايه؟ زي ما بأكد قوي انه جاء في سياق حضارة عريقة في الزراعة، حضارة عمرها 7000 سنة، فيأتي لهم بإجراءات تبهرهم. ادي يا جماعة مفهوم التمكين، ان احنا نطلع من بره النور ده، الهدي القرآني ده، ونبدأ نحول التمكين كما يقول الأستاذ علي الصلابي الى السعي لتكوين سلطة سياسية. تعرف ايه اللي هيترتب على كده؟ الوقت يسمح ولا في جملة؟ مش لا، يبقى بعد ال طيب بعد ال ايه اللي يترتب على كده؟ ده بعد الفاصل، وهنتكلم عن فقه الواقع وفقه التمكين. ومن لديه اسئله من الساده المشاهدين في هذا الاطار، عالما كان او باحثا او سائلا في اطار فكر التمكين، اهلا وسهلا بمكالمتكم، نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع فضيله العالم الكبير الاستاذ الدكتور اسامه الازهري المشرف على مكتب رساله الازهر. اللي هيترتب على كده ايه؟ اقول لحضرتك، انا عايز بس حضرتك تابعني وساعدني ان احنا ناخد الحته اللي جايه دي ونفصصها للمشاهدين قوي، لانها دقيقه شويه. نقدر نلخص مفهوم التمكين ده اللي القران الكريم شرحه بايه؟ عايز حضرتك تلخصه لي في كلمه واحده، انه عمران. نعم، حضاره. صحيح، بناء، بناء كل المؤسسات شغالة، كل مؤسسات البلد شغالة، معناها بحث علمي ناجح، معناها إنتاج قوي، عمالة، معناها عمالة، معناها مفيش بطالة. نعم. معناها مفيش فقر،
معناها انه مفيش مشردين، مفيش اطفال شوارع، معناها رفاهية. نعم. معناها انه في انتاج ضخم يرجع على البحث العلمي بمزيد من الاتقان والتطوير. اذا ما كانش التمكين هنا بهدف رفع راية الله مثلا او الدين ساعتها. ممكن يحصل التمكين فتستقر الحضارة ونرجع نقول لهم يا جماعة التمكين اللي حصل ده والاستقرار اللي حصل منح الناس فراغا يعينهم على الطاعة على العبادة. يا سلام، يبقى ده كله نور. ما هو ده في تكافل وفي حياة سعيدة، والإسلام ما جاش عشان الناس تعيش أو الدين الأديان ما جاش عشان عليك. والإسلام على وجه الله الخصوص. ولذلك كانت هنا في كلمة مهمة للدكتور ناجح إبراهيم بيقول لو أن الإسلاميين أنفقوا العشر الأموال التي أنفقوها على الحراك السياسي، لو أنفقوها على إطعام الفقراء لقبل الحكام أرجلهم. صحيح، لو فكرنا في التكاليف بس بتاع الخراب اللي احنا فيه ده وشوف نرجع بيها على الفقراء والمهمشين والعشوائيات، هي دي الحرية والديمقراطية ان الناس تعيش. وهو ده اللي الناس تشعر معاه انه دين ربنا رحمة. نعم. ان احنا كلنا معاكم. فشوف حضرتك، بس انا عايز الاول يعني عشان في 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 انقلاب هيحصل دلوقتي على المفهوم. شوف في مفهوم هيطلع كده ويتقلب ينعكس. التمكين ده اللي هو حضارة، عمران، نجاح في البحث العلمي، سمعة دولية عالية في التقنية والخدمة والبحث العلمي، لما ربنا يقول الذين إن مكناهم في الأرض، يبقى إيه اللي توفر عندهم؟ الرخاء حصل. نعم. العمران حصل، الحضارة اشتغلت، المؤسسات كلها دارت، ما قضي على ظاهرة، زي اللي كنا بنحكيه زمان في حلقة مع حضرتك قبل سنة، سيدنا عمر بن عبد العزيز لما رجعوا يقولوا له في فائض في الخزانة، قال لهم زوجوا الناس اللي مش قادرة تتزوج، لازم نقضي على ظاهرة العنوسة. قالوا له عملنا ولسه في فائض. قال لهم حججوا الناس اللي مش قادرة تحج ومتعلقة ببيت ربنا بالحرم الشريف. قالوا له عملنا وجهزنا كل حاجة. قال الله، شوفوا كل الناس أصحاب الديون اقضوا عنهم الديون. قالوا له عملنا، ما احنا ما جيناش لحضرتك الا بعد ما غطينا الميزانيات دي كلها والمصاريف دي كلها. قال اذا فاشتروا قمحا وغلالا والقوها في الجبال حتى لا يقال جاء طير في بلاد المسلمين. اهو هذا هو لحد الطير، هذا هو اللي اسمه التمكين. اهو شوف بقى الايه عشان نفهم بقى الايه بطريقه صحيحه. الذين ان مكناهم في الارض، يعني ايه اللي حصل بالنسبه لهم دلوقتي؟ الحضاره اشتغلت، يبقى حصل الرخاء، يبقى حصلت الرفاهية، يبقى حصل المفهوم اللي يترتب على كده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني الحفاظ على منظومة القيم. لما نحول التمكين ده اللي هو رخاء ورفاهية إلى إنه السعي لتكوين سلطة سياسية، نمرة واحد حيموت فقه العمران، ليس من غرضنا عموم الرخاء. نمرة اتنين تبدأ تحصل مرحلة سماها الأستاذ علي الصلابي في كلامه عن التمكين بمرحلة المغالبة. نمرة ثلاثة صراع على السلطة السياسية. نمرة أربعة تم التمكين ووصلنا للسلطة السياسية، إيه الهدف اللي أنا عايزه بعد كده؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني صارعنا الناس لحد ما عملنا سلطة سياسية، وبعدها مش مهموم بالعمران. لأن أنا تصوري أنه الآية بتقول لي لما تتمكن صلي وصوم وزكي وأمر بالمعروف وانهي عن المنكر، فيبدأ ينمو بين الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي معناه التسلط على العباد، الصراع والصدام، سفك الدماء اللي سمعناه قبل سنة من أنه عايزين نعمل هيئة، عايزين هشام عشري طلع يقول ما عرفش إيه، واللي يقولك عايزين نرجع مرة تاني اللي احنا تكلمنا عنه، والحرس الثوري والحرس الثوري وما أشبه. إذا حضرتك بتقول لي معلش يعني عشان أفهم، عشان ده كلام مهم، أن الفرق ما بين التمكين بهدف العمران في الأرض، هذا العمران الذي سيوفر تلك الحياة التي تسمح للإنسان أن يعبد الله ويؤدي فرائضه بشكل جيد، فإذا فرغت هم حولوها إلى سلطة سياسية أولا بالمغالبة، ينشأ منها مغالبة، ينشأ منها صراع، جزء من المغازلة بقى بعد كده علشان نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونقيم الصلاة. ولما يوصل للسلطة، النموذج السوداني اللي حصل مع حسن الترابي، حسن الترابي فصيل من الفصائل النابعة من فكر الجماعة الأم الإخوان، قال احنا عايزين ننفذ تمكين ونعمل حركة عسكرية ونعمل صراع وصدام. فلما وصل للسلطة ايه اللي حصل؟ انقسم هو وكل تلامذته بتوع امبارح واقصوه هو، وبدأ يعملوا استقدام واستجلاب لأسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وبعد كده هو التاني دلوقتي ترمى في السجن. يا جماعة ده دمار،
وكانت نتيجته ايه؟ انفصل جنوب السودان والبلد من افقر بلاد الله على الاطلاق. ده اسمه تمكين؟ ده مستحيل يكون تمكين. تحويل التمكين الذي هو عمران ورخاء ربنا بيرتب عليه بعد استقرار الرخاء لكم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تم كل شيء، حصل الرخاء، يبقى المطلوب منكم إقامة الصلاة بسكينة بهدوء، المطلوب منكم إيتاء الزكاة، المطلوب منكم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه مفيش عنوسة، مفيش فقر، مفيش عشوائيات، يبقى لازم تستقر منظومة القيم. شوف حضرتك الفارق. أنا بس نفسي بس لو ما طلعناش من الحلقة كلها إلا أنه المفهوم الذي يشرحه القرآن للتمكين هو عمران يترتب عليه سكينة بال في عبادة المولى، والمفهوم الذي يشرح به التمكين عند هؤلاء مغالبة وصراع تؤدي إلى دماء، ولما بيوصل بيكونش مفيش ما من غرض له في الحياة إلا أنه يتسلط على الناس بمفهوم الأمر بالمعروف. أنت ليه حضرتك رحت للسودان وبعدت عن واقعنا؟ إحنا عايشينه اللي احنا عايشين فيه. ما كانت المغالبة مشاركة لا مغالبة، ثم قلبت إلى مغالبة، ثم كان السعي إلى السلطة، ثم بعد السعي إلى السلطة أصبح الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تشكيل جماعات، ثم هذا الخراب الذي نعيش فيه. بس شوف حضرتك ركز معي قوي وساعدني على إنه هل هي وضحت قوي في ذهن المشاهد ولا لسه ما زالت غامضة. يا جماعة، سياق التمكين الذي يكلمنا ربنا عنه صناعة حضارة، صناعة مؤسسات، تحقيق رخاء ورفاهية، يترتب عليها بكل منطقية الذين إن مكناهم في الأرض استوت الحضارة ونهضت المؤسسات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لما تنقلب كلمة التمكين وتبقى صراع ويصل إليه على فرض الوصول، سيكون لا شيء يشغله من العمران والرخاء، لأنه مفهوم العمران والرخاء انتزع من المنظومة بالكلية، بقى برة الدايرة تماما، مش مشغول بيه، مش شاغل بيه باله، بل ويبدأ يتسلط على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وسط شديد الفقر والمرض والتهميش، يؤدي إلى التطاحن بين الناس، فيتحول دين الله تعالى من رحمة ورخاء يعين على العبادة بسكينة، يتحول إلى شقاء وصراع ومزيد من التطاحن بين مجتمع يطحنه الفقر طحنا. أنا أذكر قصة طريفة تتعلق بهذه الآية الكريمة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآية سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. شوف حضرتك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم ولا يمكنن لهم ولا يبدلنهم، يبدلنهم إيه؟ من بعد خوفهم أمنا. الآية كده. بس هل ده معناه سلطة؟ يعني التمكين هنا والاختلاف هنا ممتاز، ده كلام سياسي يعني؟ تعال ندرسها على التصورين اللي احنا بنقولهم، تعال نشوف التصور القرآني ونفهم الآية من خلاله، وتعال نشوف التصور الثاني ونفهم نشوف النتيجة هتطلع قد ايه. طيب. صادمة. وعد الله، وخلي بالك انا عايز اتكلم بعد شوية عن انه مفهوم التمكين بمعنى الصراع السياسي سيتولد منه في عقيدة هذا الشخص شيء شديد التعقيد يدفع الإنسان للاصطدام بالواقع وإنكاره تحت مفهوم الوعد الإلهي. نعم. لأنه حاجة كده يعني مركبة يعني، بس مهمة جدا يعني. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. نمرة واحد، إيه المشتملات بتاعة الوعد؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الاستخلاف هنا بمعنى إيه؟ الاستخلاف بمعنى إنه لما تنشأ دولة في دولة الأمويين أو العباسيين وسلطانها مترامي لوفرة الدخل والإنتاج والمال، المصانع شغالة وحركة العلم شغالة وبيت الحكمة في بغداد أرقى بيوت العلم في العالم في ذلك الحين، تحولت بغداد إلى عاصمة الحضارة زي ما بننظر دلوقتي إلى لندن أو نيويورك، أهو لا يستخلفنهم في الأرض، يعني ربنا يجعل لهم هذه الدورة التاريخية التي يصيرون هم فيها الحضارة المرتقبة اللي الكل يحتذيها، يغار منها، يحاول يقلدها، يحاول يتعلم منها سر المعرفة، صنعة العلم. آدي معنى الاستخلاف، إنه هم اللي ليهم الكلمة الأولى،
هم عاصمة العالم الثقافية اللي كل حواضر العالم وعواصمه تحاول تقلدهم في الموضة، في الملبس، في طريقة الأكل، في أنماط المعيشة، زي اللي احنا النهاردة شبابنا بيعيشوا مع نمط الحياة الأمريكي الموجود في الأفلام الأمريكية، هو اللي كان موجود عند أهل الإسلام في الخلافة العباسية مثلا، اللي كل العالم المحيط يقول إيه الوضع المبهر ده، إيه استحكام العمران ده، العمران ده جاي منين؟ نقول لهم جاي من إنه ربنا قال لنا نشتغل، نمشي، نصنع الحضارة، نعمم الرخاء، نرفق بالإنسان، ننشر العمران، ومع ذلك ده كله نابع من مشكات النبوة اللي بتوصلنا للفلاح في الدنيا والآخرة. يقولوا يا سلام إيه الجمال ده كله، أهو أدي الاستخلاف أهو. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. طيب إذا حصل هذا الاستخلاف اللي كل ما يجي وفد من الأمم يقول لنا عايزين ناخد عندكم دورة تدريبية، شوف حضرتك اللي جاي أهي الاستخلاف اللي أنا عمال أركز على إنه علم، معرفة، خبرة، بحث علمي، حضارة، مؤسسات، سمي استخلافا، يترتب عليه إيه؟ أي أمة من الأمم تبعت لي وفد يتعلم مني سر الصنعة أقول له ده 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 بركة دين ربنا، ده بركة الرسالة المحمدية، يبقى ترتب عليها ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أهو تلقائيا أهو، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بعد ما كنا الأنين عندنا قلق، اقتصادنا مش هيكمل، خايفين من شح في الكهرباء اللي سد النهضة وأثيوبيا في خوف أهو، في قلق، لما يحصل إنه المؤسسات تشتغل وتستحكم الحضارة ويجي العالم يطلب مننا سر المعرفة فنقول له سر المعرفة عندنا مربوط بالله، يبقى ترتب المفهوم رقم 2 ولا يمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، تكون النتيجة أن هذه الدولة، هذه الأمة، هذا الاتحاد، هذا الكيان أنه آمن مستقر. شوف حضرتك أهو آدي نور القرآن أهو. التاني بيقول إيه؟ التاني بيقول أنا عندي وعد من ربنا. الوعد من ربنا ده ليك أنت كفئة، حزب، فصيل، هقول لك أنا من الذين آمنوا ولا الأمة الإسلام؟ نعم. بيقول لا، أصله مش الوعد مش لأمة الإسلام كلها، لأن أمة الإسلام فيها حالة من الجاهلية تجعلها لا تستحق الوعد الإلهي. أمال مين اللي يستحق الوعد الإلهي؟ تلك الفئة المؤمنة التي بدأت تكون حزب سياسي أو فصيل من الفصائل. طيب يبقى أنا اللي طلعت من بين المسلمين الغارقين في الجاهلية اللي ما يستحقوش مفهوم التمكين والنصرة والاستخلاف، فميزت نفسي أنا المميز عند الله، وكمان إيه؟ وكمان أنا صاحب الاستعلاء بالإيمان. طبعا ده أنا خصصت إن ربنا كان بيكلمني أنا مش بيكلمكم. يبقى تحول الوعد الإلهي عنده من وعد إلهي لأمة استحكمت فيها الحضارة إلى وعد لفصيل أن ينصر على إخوانه المسلمين. طيب كلمة الوعد الإلهي دي لو هو بدأ يمسك فيها وحدها من غير الحضارة والمؤسسات والبحث العلمي هتخليه يفشل. لا. انت كده ما مشيتش بسنة ربنا، انت كده عمرك ما هيحصل لك استخلاف ولا تمكين حضاري. امال ايه؟ يقول لك انا ماليش دعوة، كل اللي انت بتقوله ده انا مش معترف بيه، انا ماسك في كلمة الوعد. يا حبيبي الوعد ده بيتنفذ، ربنا بيخلقه في الوجود، ربنا بيخلقه في العالم من خلال استحكام الحضارة. لما الحضارة ما تستحكمش مش هتستحق الوعد، مش هتدخل فيه. يقول لك لا انا متمسك بكلمة الوعد، الوعد اللي مستحق للفصيل بتاعي. طيب الوعد ده هتكون نتيجته ايه؟ انه كلما جاء الواقع الغارق في الفقر، الغارق في المشكلات، اللي منتظر مني رخاء، ما لقاش مني رخاء، لقى مني برنامج سياسي، فالواقع ده هيبدأ يثور، يغضب، ينفعل، ينفض يده مني، اروح انا اقول له لا انا مش معترف بغضبك، انت عايزني اكذب الوعد الالهي؟ صحيح. وانت كده انت بتتمرد على الله وعلى مشيئته وعلى ارادته واختياره. فبدأت تبرز كلمة الوعد الإلهي دي مثلا في كلام الدكتور محمد بديع. نعم. وبدأت تبرز كلمة الوعد الإلهي في كلام الدكتور محمد البلتاجي. وبدأت تبرز كلمة الوعد الإلهي في كلام المحامي الأستاذ صبحي صالح. على فكرة القضية مش أشخاص. نعم. هذا المفهوم، هذه الطريقة المختلة في فهم الشرع وتضييق أفقه لو جرت على لسان أزهري أو صوفي أو سلفي أو على لسان خير رمضان أو أسامة الأزهري سننتقدها.
بس مش الغرض الأشخاص، مش الغرض فئة. نعم. الغرض يا جماعة إنه قضية، منهج في التفكير، طريقة مختلة في فهم الشرع عكست مقاصده. لو جرت على أي لسان، أدي يا جماعة المنهج اللي تنقد منه. لو جرت على لساني أنا شخصيا، قولوا لي المنهج اللي أنت بتقوله واللي أنت بتعلمنا إياه يرد اللي أنت بتقوله، تطبيق خطأ والمنهج صح. فيا جماعة الدكتور محمد بديع بيقول نحن لا نشك في وعد الله، أنتوا دلوقتي حصل شيء من الحراك السياسي وصلت به لرئاسة الدولة من غير أي أداة من أدوات التمكين الحضاري اللي ربنا بيعمم به الرخاء. أنت غافل تماما عن هذا الجانب، ليس فيه أي إسهام. الناس بدأت تشعر بضنك المعيشة، قالوا لك إحنا مش مبسوطين منك وإحنا حنختلف معاك وكل واحد في طريق. يقول لا ما اختلفوش معاك، وعمري ما أقر بهذا الواقع. ليه؟ أنا وعد الله، لأنه مفهوم الوعد الإلهي. طيب أيوه، إيه اللي خلاك وحدك تستحق الوعد الإلهي؟ مفهوم أنه أنا الفرقة الناجية. لما أنت الفرقة الناجية والبقية المسلمين إيه؟ رجع تاني لقضية الجاهلية، شوف المنظومة متركبة إزاي. شوف 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 الفكرة. آدي يا جماعة اللي أنا عايز أضع على مائدة البحث العلمي لكل المصريين ولكل أهل العلم وللمشاهدين في المشرق والمغرب، إنه يا جماعة ولشباب الإخوان ولشباب الإخوان في المقام الأول، يا جماعة القضية ليست قضية أحداث ولا أشخاص ولا مجريات، القضية قضية فهم فهم فكرة دينية خاطئة وفهم ديني مختل أدى بالناس إلى الشقاء. نكمل بعد الفصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، واصل مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري. أنا واقف جدا قدام الفرقة الناجية، إن تيجي الجماعة تقول نحن أصحاب الوعد الإلهي ويختاروا نفسهم على أنهم مكلفين من الله سبحانه وتعالى، وإن لا يصبح من حق كل المسلمين أو كل شركائهم في الوطن أن يكون لهم رأي حتى ولو فشلوا. هذا فكر غريب، الفكر ده جاي منين؟ الفكر ده جاي من عدة أسباب، في عدة قنوات ومنافذ هي اللي بيتسرب منها التصور ده. نعم. بس احنا متفقين في البداية على انه تصور صادم مدمر يؤدي الى ده صادم وإقصائي واستبدادي في كل حاجة. ده صحيح بلا شك. شوف حضرتك، اول منفذ يتسرب منه الفكر ده المنهج المختل. لو انه المنهج مستقيم بيوصلني وبيديني جسر امن ومعبر امن ادخل من خلاله جوه الوحي الشريف وجوه النص القراني وافهمه على وجهه، اقدر ادخل جوه النص واطلع منه بهدايه، بسكينه، برحمه، بافق واسع يسع العالمين. لما ادخل للنص بمنهج مختل واحاول ان ادعي انني صاحبه وانا المستاثر به، يغار الله على وحيه وربنا غيور على كتابه وعلى وحيه المجيد وعلى قرآنه الكريم. هتدخل إلى هذا القرآن مطأطئ الرأس وأنت تستصحب معك آداب الفهم، هطلعك منه وإنت مليان سكينة ونور وعلم ومعرفة وحضارة. هتدخل إليه بمدخل خطأ ومنهج مختل، وكمان تطلع منه نتائج غلط، تحول ديني أمام أعين عبادي إلى بشاعة وصدام وصراع، يبقى تثور العواصف وتعصف الأعاصير وتزلزل الأكوان، لأنه ربنا يغار على دينه وشرعه. والقرآن الكريم ده يا أستاذ خيري له عجائب وغرائب، وأحيانا بتطلع منه كده لفتات مذهلة. وأنا أذكر لحضرتك قصة طريفة، بس شوف قد إيه العقل، يعني شيء من الطرائف. يعني الملك فاروق
آخر جمعة حضرها في الأزهر كان بيخطب الجمعة فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن عبد المنعم، وكان وكيل الأزهر، وكان الشخص اللي حاضر الخطبة واحد تاني اسمه سيدنا الشيخ عبد الرحمن حسن محمود. سيدنا الشيخ عبد الرحمن حسن محمود قاعد حاضر الخطبة في الأزهر بحضور ملك البلاد الملك فاروق وخطيب الجمعة في ذلك الوقت وكيل الأزهر الشيخ عبد الرحمن حسن عبد المنعم، فهو اللي بيحكي بالقصة. وبعد فترة أستاذنا الجليل سيدنا الشيخ مصطفى عمران عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله توفي قبل كم شهر، مرة تاني كده قدرا بيذكر القصة أنه كان حاضر فبيحكي نفس الواقعة دي. سيدنا الشيخ عبد الرحمن حسن عبد المنعم وكيل الأزهر بيخطب الجمعة في حضور الملك فبيقرأ هذه الآية، فقرأها ازاي؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم. الآية إيه؟ من بعد خوفهم أمنا. قام الشيخ عبد الرحمن أراها إيه؟ ولا يبدلنهم من بعد أمنهم خوفا. الله، أخطأ في الآية، ارتبك يعني. نعم. بس العجيب إنه إيه؟ يتكلم كده شوية في الخطبة ويرجع يقرأ الآية تاني بالخطأ. فيقرأها ولا يبدلنهم من بعد خوفهم من بعد أمنهم خوفا. كام مرة تكررت في الخطبة؟ 4 مرات. يقرأ الآية ويشرح شيء يتعلق بها ثم يتلو الآية تاني بهذا الخطأ ويشرح، ثم يتلو الآية تاني بنفس الخطأ ويشرح، ثم يتلو. العجيب إنه هو نفسه ما انتبهش، فعشان يراجع نفسه ولا حد من اللي كل ملين الأزهر جهر بالآية، وده مألوف يعني لو قال الآية خطأ يا ما حضرنا سيدنا الشيخ إسماعيل صدق العدوي ممكن يلحن كده في حاجة ويصغي بأذنه. مرة بيقول حديث أنا حاضر في الأزهر، مرة بيقول حديث فتوقف فيه، فرده الناس اللي في الأزهر فقال يا جماعة جزاكم الله خيرا، يعني النسيان وارد على المنبر، فوارد إنه تصور إنه خرج الشيخ عبد الرحمن حسن محمود وهو حاضر الخطبة، إيه ده حاجة غريبة قوي دي، يقرأها 4 مرات بالخطأ ولا يبدلنهم من بعد أمنهم خوفا، ولا هو ينتبه ولا حد ياخد باله كده. هو كانت آخر خطبة حضرها فاروق في الأزهر، بعدها بشوية جاء الضباط الأحرار ومشي فاروق من الحكم أهو، ولا يبدلنهم من بعد أمنهم خوفا. القرآن ده عجيب. إحنا على فكرة يا أستاذ خيري مما أنا يعني شديد التأمل فيه إنه الأحداث اللي إحنا بنعيشها والمجريات والوقائع اليومية والسياسة الأحداث بتخلينا نتعامل مع يعني لا نلحظ جلال هذا الوحي وتغيب عنا أنواره ويحول على أيدي تلك التيارات إلى مادة للصراع السياسي يستنفر في الناس أشد ما فيهم من مصادمة وأهواء ومضادة وصراع فيتوه في المنتصف نور الوحي. رب العالمين يغار على وحيه، يغار على 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 كلامه المجيد الذي أنزله الله حكمة. وربنا بيقول يا 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 عبادي اللي عايز يوقر هذا الوحي ويحترمه يدخله من بابه ويملك مفاتيحه، لو ما ملكش مفاتيحه ودخل يخبط الباب بكتفه عشان يكسره هيدمر. حكمة ربنا كده، من قال في القرآن برأيه من دماغه كده فأصاب، يعني حتى لو جات الإصابة كده عرضا فقد أخطأ. في الحديث إنه لا تتقحموا على القرآن، اوعى تقتحم على القرآن وتتقول على الله وتنزل وتتأول كلام الله على غير ما أراده. فاللي حصل إيه؟ إن إحنا منطلقين من بداية مسلمة نتيجة كلام الشيخ سيد قطب، وأنا عايز الحلقة اللي جاية كلها تكون عن الأستاذ سيد قطب. نعم. أنا عبرت على تفسير الظلال كاملا صفحة صفحة وبدأت أجمع أهم 6-7 نظريات ليتكون منها هذا التفكير الذي أراه في الحقيقة رحم الله الرجل أراه. وإحنا قلنا من شوية أنه مش القضية قضية فلان أو فلان، إنما قضية يا جماعة قضية مفهوم فكرة منهج لا بد من أن توضع هذه الأطروحات. وأكرر وألح بين أيدي هيئة كبار العلماء لتصدر بيانا واضحا إنه يا جماعة احذروا هذه احنا بنحاول من خلال فكر الأزهر أمام هذا الفكر الذي
يرى نفسه ويضع نفسه في منطقة خاصة جدا عند الله سبحانه وتعالى، هو قرر هذا الاختصاص. أيوة. وفرض هذا الاختصاص وما يمليه عليه، فقرر أنه ياخده بإيده ويفرض ده على الواقع، في حين أنه فيصطدم بالواقع، فيصطدم بالواقع ويصبح دفاعا عن إيه؟ لا شيء، ما فيش إجابة. نعم. هي دفاعا عن جماعة، عن مصلحة، عن عصبة، نفق مظلم، خلاص تاهت المعالم. بس شوف حضرتك علشان برضو المشاهد يطلع بي عبارات واضحة ومحددة، سيد قطب رحمه الله أشاع في الناس إنه المجتمع ده في جاهلية، وحتى الآن ما زالت هذا العنوان، وأن الجاهلية ليست من الإسلام في شيء، وأنه لابد من التمايز الشديد بين أهل الإسلام اللي هم الفريق اللي يقترحه، وبين أهل الجاهلية اللي هو كل المجتمع المصري. مفهوم الجاهلية الذي استورده من أبو الأعلى المودودي اللي كان بيعيش أيامها في 100 مليون مسلم في وسط مليار في الهند، كلها ديانات أخرى غير الإسلام، ممكن يكون قلة مؤمنة في وسط من غير المسلمين، قد يقبل في الوسط الهندي رغم أن الأطروحة من المودودي أصلا غير دقيقة أيضا. نعم. لما نيجي ننزلها على المجتمع المصري ويقتنع الناس بالفكرة ابتداء، يبقى انطلقنا من تسليم مقدمة بتقول أن المجتمع المصري جاهلي، والجاهلية شيء مضاد للإسلام تماما. فنمر واحد جرد الشعب المصري من دينه وإسلامه، وصف المسلمين المؤمنين بالجاهلية ورتب عليها، ما دام دول أهل جاهلية، هل دول يستحقوا الوعد الإلهي؟ لا، ما يستحقهوش الوعد الإلهي للذين آمنوا، ودول بره مفهوم الإيمان، دي جاهلية. طيب أمال مين إن شاء الله ليستحق الوعد الإلهي؟ الفئة المؤمنة، الفرقة الناجية، الفرقة فتولد من فكرة الفرق، تولد أنه ربط الوعد الإلهي بفصيل أو بفرقة، وسبب استحقاقه له أنه هو الفرقة الناجية، رغم أنه ده مفهوم شديد الخطأ للحديث كما سأوضح بعد شوية. ثم بعد ذلك بدأ الناس يسألوا الله، إذا كان الوعد الإلهي متعلق بك أنت وحدك، يعني الوعد الإلهي ده أنك تنصر على مين؟ على بقية المصريين، على المسلمين في العالم، مجتمع جاهلي من وجهة نظر. يبقى رجعنا تاني لقضية الجاهلية. لا، أنا هرجع للجاهلية بعد الفصل، لأن لازم وإحنا بنقفل ده. نعم. جت فكرة التمكين اللي وصلتهم إلى أن هم المؤمنين، الوعد الإلهي أنه هو وحده المستحق للوعد بناء على أنه الفرقة الناجية. طب وبقية المسلمين أحوالهم هم جاهلين. جاهلين. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل في فيما تبقى من دقائق مع فضيلة الدكتور أسامة الأزهري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. دكتور اسامه، اتفضل. هم المؤمنين، هم الفرقه الناجيه، هم المكلفين بالتمكين في الارض، احنا مجتمع جاهلي. في فيما تبقى من دقائق عشان تبقى الصوره اكتملت عند الساده المشاهدين، ايه هو المجتمع الجاهلي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. شوف، هي احنا تعودنا في الازهر الشريف في الصنعة العلمية الدقيقة المحكمة على إنه كل شيء لازم يكون له تعريف، وتعريف بيسميه العلماء في عبارة رشيقة شوية علميا، جامع مانع، تعريف جامع لكل الأفراد اللي تدخل تحت المفهوم ده. مانع يعني يكون شديد الوضوح في المعنى المقصود به بحيث يمنع غيره من الدخول فيه، يعني تعريف يوضح لي المعرف توضيح تام. ويبدأ علماء المنطق يتكلموا في التعريف، تعريف بالحد وتعريف بالرسم وتعريف لفظي، والتعريف بالحد يتناول الذاتيات، يعني يشرح لي الشيء بجوهره بمكنونه.
أنا آسف دي حتة صعبة شوية، لكن تعال نرجع تاني للكلام ده. لما نيجي أو أي طالب أزهري بدأ يقرأ العلم ويمسك كتاب العلم ويقرأ على الأستاذ، أول باب كل باب من الأبواب يبدأ أوله بالتعريف. التعريف ده يعني إيه؟ علم أصول الفقه، يقولك هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. تعريف جامع مانع واضح يوضح لي مفهوم العلم بحذافيره. مفيش حاجة متعلقة بالعلم تطلع براه، مفيش حاجة برا العلم تدخل في مفهومه. تعريف جامع مانع. طيب لو حبينا ندور لمفهوم الجاهلية عندهم وفي كتبهم على تعريف جامع مانع، مفيش، عندهمش أبدا. إيه هو المجتمع الجاهلي ده؟ ولذلك يقعد مثلا الأستاذ محمد قطب جاهلية القرن العشرين، كتاب حوالي 300 صفحة، كلام كتير قوي، ولا مرة وقف وقال يعني إيه جاهلية، هي إيه. الأستاذ سيد قطب في الظلال، يا سلام على تكرار كلمة الجاهلية عنده، ولا مرة وقف يقول يا جماعة كلمة الجاهلية اللي احنا بنتكلم عنها نقصد بها بالضبط الحالة الفلانية، عشان اعرف اطبق التعريف على الناس واشوف هل الحالة اللي موجودة على الواقع منطبقة عليها معالم وتضاريس كلمة الجاهلية ولا مش منطبقة. مفيش. ولذلك المفهوم الهلامي ده اللي مش واضح وجدوا فيه راحة. يا جماعة لما تكونوا انتوا مستحقين وحدكم دون بقية المسلمين للوعد الإلهي بموجب انكم انتوا الفرقة الناجية، وبقية المسلمين مش داخلين في الوعد اللي هم في جاهلية، طب بس ارجوكم لو سمحتوا غير انتوا الفرقة الناجية، الناس اللي برا الفرقة الناجية من المسلمين غرقانة طبعا، هل هو مسلم فيدخل معاك في الوعد؟ يبقى ليس لك حق انك انت تحاربه، ومساحة الخلاف محتملة، تختلف وجهات النظر. هل هو مسلم ينطبق عليه مفهوم الإسلام فيدخل معك في الوعد، ولا هو مجرد عن الإسلام وكافر فلا يستحق الوعد؟ ما يقدرش يقول كافر كده بصراحة، ما يقدرش يقول كافر صريحة كده، وما يقدرش يقول مسلم وإلا يبقى ما انت كلنا فرقة ناجية كلنا واحد. انت ليه الاسلام يسعنا جميعا. فبدا يستريح الى هذا المفهوم الهلامي اللي يريحه من تحديد الموقف، هو ده مسلم يستحق الوعد زيه زيك فليس لك عليه اي حق، ولا هو غير مسلم بره الاسلام خالص وتبقى تكفيري صريح. قال لك احنا من جيل شكري مصطفى ومن جيل الجيل اللي كان متورط في التكفير الصريح وعمل التكفير والهجرة واصطدم بالمجتمع، احنا بدأنا نحاذر شوية من التصريح بالتكفير، بلاش تكفير صريح بس بلاش وصفه بالإسلام الكامل اللي يستحق معه الوعد، يبقى ايه تحيله على كلمة الجاهلية غير واضحة المعالم. ضباب هلام كأنها حاجة كده منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم يستحق الوعد، هو مسلم بس مش بالصورة التي يستحق بها الوعد، لا رفعه إسلامه إلى استحقاق الوعد ولا نزل به. هو اللي هيجي يدخلني بقى في الإسلام حسب رؤيته؟ ما فيش، كل ده كلام ملهوش أجوبة، ملهوش تعريف. وبناء عليه خلي بال حضرتك لما نبدأ نتعامل بهذه الطريقة الهلامية مع مفهوم الجاهلية ومع مفهوم التمكين ومع مفهوم الخلافة ومع مفهوم المشروع الإسلامي، هتلاحظ أن الحكاية حضرتك كلها بقت هلاميات في هلاميات. الأزهر الشريف علمنا أنه اوعى تتورط في مثل هذا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكنك أن تحكم على الشيء بأنه صح أو غلط، تحبه أو تكرهه، تواليه أو تعاديه، إلا إذا ما عرفته معرفة دقيقة كاشفة عن واقعه. زي ما بتوع الهندسة بيقولوا أنا عايز أروح قبل ما أبني أوضع التصميم أروح أعمل إيه؟ رفع الواقع. رفع الواقع يعني إيه؟ يعني أشوف الموقع بعيني عشان أعرف نوع أرضيته، رفع المساحي، رفع المساحة بالضبط. الشرع بيقول لي قبل ما تحكم على أي شيء على الإطلاق لازم تعمل رفع مساحة له علشان تعرفه الأول، اعرفه اللي يتولد منه مفهوم دراسة الواقع. يعني إيه الواقع؟ مالك بن نبي المفكر الكبير المسلم قال إنه كلمة الواقع دي كلمة مركبة من أربع عوالم: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأحداث، عالم الأفكار، وبعد كده تتشابك.
فتتولد منها فلسفات وعلاقات ومناهج بحث علمي وعلوم إنسانية وعلوم اجتماعية وعلوم إدارية وعلوم شرعية، ويحصل انفجار معلوماتي لدرجة أنه الأستاذ جلال أمين مثلا يقول في كتاب لي عن العولمة أنه الإنسان بيعجز عن الحكم على الشيء في حالتين، الحالة الأولى النقص الشديد في المعلومات، والحالة الثانية الانفجار الهائل في المعلومات، يستويان يخلوني عاجز عن الحكم عليه، بما يعني أنه لما تكون المعلومات والواقع شديد التعقيد، شوف احنا حضرتك قعدنا نحلل قد ايه في كيف انهارت الحضارة والسلطان قنص والغوري وطريق الحريق، سياق يا جماعة لازم يفهم، ما لم يكن هذا الواقع واضحا للأسف الشديد لا يمكن للإنسان أن يتقدم ولو بمقدار خطوة. أنا بشكر حضرتك جدا، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. الأسبوع الجاي هنتكلم عن مفهوم الجاهلية، ما هو المجتمع الجاهلي، هل ده ينطبق على مصر ولا لا، وهنطبق ده على فكر الشيخ سيد قطب اللي هو سبب رئيسي من الأسباب التي تجعلنا نعيش تلك اللحظات القاسية. بشكر حضرتك جدا يا مولانا مرة تانية. بشكركم، دي كانت نهاية حلقتنا ونهاية أسبوعنا، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. مصر بخير طول ما أنتم بخير، تصبحوا على خير.